والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم، بنلتقي في يوم متجدد ويوم جديد في ظل الأيام اللي احنا فيها دي إن شاء الله، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وإن هو يرحم الأموات اللي احنا فقدناهم في الفترة اللي فاتت نتيجة هذا الوباء، وأن يشفي المرضى إن شاء الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوفق أبنائنا طلاب الثانوية العامة اللي إن شاء الله من السنة الجاية نستقبل منهم زمايل يكونوا معانا ان شاء الله. النهارده يعني الليله غير عاديه، النهارده لقاء زي ما انا قلت لحضراتكم خلال الفيسبوك ان ده لقاء القمه، ده لقاء العمالقه في تخصص امراض القلب في الاطفال. ان شاء الله تكون يوم مفيد جدا، لان الموضوعات اللي فيه حيويه جدا جدا جدا، وان شاء الله تفيدنا وتلمس البراكتس بتاعنا ان شاء الله. طبعا يكفي حضراتكم ان انا اقول لكم النهارده معانا استاذتنا الاستاذه الدكتوره علياء قطبي. دكتوره علياء، دكتوره علياء، دكتوره علياء معايا؟ اهلا وسهلا، ازيك دكتور محمد؟ حضرتك الله يخليك، اهلا بيك دكتور محمد، بنشرف بيكي والله يا دكتوره علياء، ومتشكرين على تعب حضرتك الدائم معانا ده والله. الله يخلي حضرتك دكتور محمد، انا كمان بتشرف بأني موجود معاكم وبقابل الدكاترة كلهم، ويا رب زي ما انت بتقول ربنا يحفظ الجميع، يعني احنا كلنا دلوقتي بندعي لبعض بالغيب ان ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ اطباء مصر كلهم، يا رب يحفظهم كلهم في كل مكان يا رب. جميعا يا رب. دكتورة مي، دكتورة مي أستاذتنا، كده دكتورة حضرتك سامعني؟ أيوة يا دكتورة مي، إزاي حضرتك؟ مساء الخير جميعا، وانا متشرفه الحقيقه ان انا معاكم، وشكرا على الدعوه الكريمه. يا رب يحفظ الجميع. عندنا في عين شمس في دكاتره صغيرين كتير منصابين، واتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. انا للاسف عندي تكنيكال بروبلم، انا مش عارفه اقدر اقدم محاضره النهارده ولا لا. لو كان احنا بنتراينج تو ريزولف ات، لكن لو كان هبقى اخر محاضر، واي هوب ان انا اعرف اعمل ده. ان شاء الله اهلا بيكم جميعا، ولو ما كانش هيبقى يوم تاني، وبعتذر لكم جميعا ان انا المشكله بنحاول نحلها مع الدكتور وسام بقالنا يومين دلوقتي 48 ساعه مش عايزه تتحل. ف يعني ارجوكم يعني اعذروني، واحنا بنحاول برضو لسه، ولو كان على اخر الويبينار ان شاء الله ممكن يكون في حاجه بقى جاهزة. من محبيك يا دكتوره مي انهم يدعوا لحضرتك دلوقتي عشان المشكله دي تتحل ان شاء الله. المحبين كثيرين جدا، ارجو هذا، فمحبين الكتير ان شاء الله يدعوا يا رب ان شاء الله. ارجو هذا ربنا يبارك. وشكرا تاني يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. شكرا استاذتنا دكتوره رانيا، دكتوره رانيا الجندي المعلوم والواضح، مش هنقول المجهول. دكتوره رانيا مساء الخير دكتور محمد عليكم كلكم وعلى اساتذتي، وحقيقه شرف ان انا اشترك في الويبينار اللي فيه اسامي العمالقه دي، وان شاء الله تبقى ليله قلبيه يعني ممتعه ومفيده للجميع، وربنا يزيح عن البلد كل اللي فيها ان شاء الله باذن الله، ويرجع لنا الايام الكويسه يا رب. يا رب. دكتور وائل على الفرصه وعلى اتاحه البلاتفورم الرائع الايجيبشن اكاديمي اوف بيدياتريكس، وبشكر طبعا التكنيكال سبورت كله، وانا عارفه هم معانا وتعبناكي دكتوره مي على الكام يوم اللي فاتوا، وربنا يسهل ان شاء الله على اخر الويبينار حضرتك تقدري تشتركي، لان خساره كبيره حضرتك ما تبقيش معانا، ان شاء الله تبقي معانا باذن الله. انا ممكن اقول لكم المحاضره من غير يعني سلايدز لو تحبوا، يعني نحب منك اي حاجه ان شاء الله، اي كلام من حضرتك ان شاء الله، حتى لو مجرد بالفويس كده ان شاء الله محبينك هيستفيدوا. ممكن نعمل كده، ربنا يسهل ان شاء الله. بقى يعني دكتوره سحر، دكتوره سحر استاذتنا ورمز للدلتا كلها في امراض القلب الحقيقه، دكتوره سحر. السلام عليكم، مساء الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، شرفتينا. الله يخليك، شرف ليا يا فندم. الحقيقه انا متشرفه جدا ومبسوطه جدا بوجودي في وسط حضراتكم. صحيح انا زعلانه ان انا مش هشوف حبيبتي واستاذتي دكتوره مي الليله دي، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحل المشكله دي. ميرسي دكتورة رانيا على ذوقها وعلى تعبها معانا، الحقيقه يعني هي فعلا جميله بكل المقاييس. ميرسي، شكرا لحضرتك والدكتور وائل على المجهود الرائع اللي انتوا بتعملوه معانا.
طبعا يشرفني ان انا بتشارك مع دكتورة علياء ودكتورة منى في هذا في هذه الليلة الرائعة، وربنا يزيح هذه الغمة عن بلدنا كلها يا رب، يا رب تروح لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم امين، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طبعا الـ 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 الاستاذه الكبيره والعظيمه اللي ان شاء الله هي اللي هتبقى تمديوريت وتدير هذه الجلسه والويبينار الرائع، اللي انا يعني ان شاء الله اتمنى وواثق باذن الله انها هتبقى فيه مشاهدات كثيره جدا، استاذتي الغاليه الاستاذه الدكتوره منى الجنزوري، استاذه طب الاطفال وامراض القلب في الاطفال ورئيسه وحده امراض القلب والصدر بكليه طب جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك وتشرفنا بوجود حضرتك معانا والله. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد، وميرسي قوي على التقديم اللطيف ده، ونبتدي بقى الويبينار بتاعنا ان شاء الله. Before I start, I would like to thank Dr. محمد زانون and Dr. وائل بحبح for taking the burden for preparing this extended webinar. الصراحه مجهود خارق يا دكتور محمد in all aspects of medicine in this difficult time اللي هو وقت الوباء. We'll start today the topic of today, dilemma solved by experts in wave 4. وهنبتدي بالأستاذة العظيمة أستاذة الدكتورة علياء قطبي. It is my honor and great pleasure to introduce Dr. علياء قطبي, one of the eminent pillars of pediatric cardiology at Shams University. Her talk today is about rheumatic fever in children with of ancestralizing otitis. تفضلي دكتورة علياء. يا ترى سامعيني؟ سامعينك يا دكتور عليا كويس. طيب. اهلا وسهلا، انا سعيده بوجودي معاكم. شكرا دكتوره منى على التقديم الجميل، وانا سعيده بوجودي مع الاخت العزيزه زميله العمر والكفاح الدكتوره مي. طبعا دكتوره منى دكتوره مي بيلرز عندنا في عين شمس، وانا بسعد دايما في ان احنا بنتشارك في العلم، ودكتورة رانيا اللي مختار لنا المواضيع هي اللي اختارت الموضوع اللي أنا هقول فيه، ودكتورة سحر الشدودي. بشكر الدكتور وائل بحبح والدكتور محمد زانون على مجهودهم المستمر في الإيجيبشن أكاديمي، وبشكر كورتس ودكتور وسام. هبتدي أتكلم عن روماتيك فيفر إن تشيلدرن ذا ميث أوف أنستريبتايسن وتترو. زي ما قلت لكم دكتورة رانيا اللي اختارت كلمة ذا ميث دي، فعشان نشرح إيه الميث، وات إز مانت باي ميث. الميث دي يعني خرافة، أسطورة، something that people believe in، بيؤمنوا بيها جامد قوي وهي مش حقيقية، هي حاجة غلط بس بالرغم من هذا هم مؤمنين بيها 100%. زي الـ 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 الأساطير الإغريقية القديمة اللي هي فيها ناس عايشين على جبل أوليمبس وكده وليهم قوات خارقة، ودي كلها حاجات غير حقيقية. زي الحصان أبو جنحة، وعندنا هنا في مصر بقى طبعا لو أقول أسطورة أنتوا هتقولوا الرجل القوي الذي لا يقهر، أنتوا عارفينه طبعا. هل يا ترى الأنتي ستريبتوريسن أوتيتر is a myth؟ ايوه، لان people are convinced it has great powers، يعني الانسيبلايسن اوتيتر ده هو اللي هيحل مشكله الروماتيك فيفر، yet this is not true. فالكلمه فعلا تنطبق عليه، والميث عكسها الفاكت versus a fact، so this is not a fact، يعني دي حاجه غلط. روماتيك فيفر in children is a problem present in many countries more in developing and developed ones. الميث of a raised antistreptolysin otitis is not worldwide problem، مش زي روماتيك فيفر. ده احنا عندنا حاجه كبرت عندنا باللوكال ايدياز، حد نشر فكره غلط فور سام هاو، افتكروا ان الانسيبلايسن اوتيت ده ايكوالز روماتيك فيفر. ذس از سامثينج لوكال. الروماتيك فيفر دايجنوزس از ا ورك اب، اتس ا ورك اب اوف 3 ثينجز، كلينيكال دايجنوزس. وزي ما الكلينيكال داتا دي لو تاخدوا بالكم حطلها ذا بيجر سبيس، اكبر مكان، ان الكلينيكال داتا از مور امبورتنت. عندي اللاب is very important، بعمل اللاب اللي هو الESR CRP antistreptolysin otitis والCBC، وبعمل الاكو كريتيريا X-ray and ECG، ثلاثة مع بعض
بستخدمه من اوصل للدايجنوزس جايدد باي ذا جونز كرايتيريا، لكن there is no single symptom or physical sign or laboratory tool or imaging tool that is pathognomonic of acute rheumatic fever. انا هنا بتكلم على acute rheumatic fever، لان حد هيقول لي ليه الاكو مش بيشخص mitral regurg او aortic regurg؟ طبعا بيشخص، بس وقتها هيكون rheumatic heart disease. احنا مشكلتنا ان انا القط العيان في اوله وان انا اعالجه اللي هي الروماتيك فيفر، ولما اقول روماتيك فيفر لوحديها واسكت كده مقصود بيها الاكيوت تايم. So in Egypt the diagnosis is a challenge. ليه؟ لان the frequency of symptoms changed. Arthritis decreased from 70% to 20%. And carditis is increasing. Carditis خاصة becoming more and more difficult to diagnose. Carditis already has got vague symptoms. The clinical picture changed over time. The type of symptoms and signs are different. Carditis in general is difficult to diagnose. Now it became more difficult and subclinical. And the arthralgia became more important symptom that might accompany carditis. يعني أهمية الارثرالجيا ظهرت لأن الارثرايتس قلت وابتدت الكارديتس زادت ويبقى معاها ارثرالجيا، فعشان كده الناس اهتموا بالارثرالجيا وقالوا الله دي ممكن تبتدي الكارديتس يبقى معاها كارديتس، فإحنا ناخد بالنا من الارثرالجيا لأن إحنا مش عارفين نشخص الكارديتس. زمان كان العيان بيجي يتشال على إيديه كده هوت وسيفير اكتف كارديتس، وانا الجيل اللي عاش الكلام ده هوت من 40 سنه العيان بار كله كان روماتيك فيفر، العيانين القلب بتاعهم واخد التشست كله، عندهم مالتي فالفر ليجنز اند وذ سيفير هارت فيلير. ممكن نشوف الحالات ده هي دلوقتي في حتت قليله، عددهم قليل مش زي ما يكون عنابر ماليه المستشفيات بتاعه الاطفال في القاهره. فاحنا طبعا البيكتشر تشينج دلوقتي بقى يجي لنا العيان ان سب كلينيكال manner with carditis only concerned doctor looking for it ومش عارفين هي دي فعلا carditis ولا مش carditis. الكلام ده انا نشرته في 2008 بتكلم عن rheumatic fever in the new millennium. في النيو millennium اللي هو في القرن الجديد اللي احنا فيه ده هو شكله ايه، لان احنا we were clinically aware of the carditis من اخر 1990 في كل الجامعات المصرية. احنا عندنا في عين شمس، في جامعة القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، في طنطا، في اسيوط، في كله كلنا we were aware. ولاحظنا في البيبرز دي انا كتبت ان الكارديتس زادت نسبتها بيور كارديتس ل 50%، والكارديتس مع الارثرايتس ومع الكوريا كمان زادت، وبالتالي الكارديتس بقت اكتر من 80% وبقى شكلها اظهر. لو انا نعمل الحالات الكارديتس والارثرايتس دلوقتي الرقم مش هيبقى كده، ده هيبقى اكتر كمان. السبكلينيكال كارديتس في البيبر ديت انا كنت كاتبه لازم ندور على السبكلينيكال كارديتس ان سسبتبل بيشنتس اللي هما مين للارثرايتس والكوريا، وكنت I wanted to add the echocardiographic features of carditis to Jones criteria. دي جونز كرايتيريا كما عرفناها ذكرناها واحنا صغيرين ما كانش حصل لها تغيير. سنة 2001 الـ WHO حطتها ورجعت عملت لها publication تاني 2004، نفس كرايتيريا اللي حضراتكم عارفينها بالكارديتس بولي ارثرايتس كوريا ارثيما مارجينيتا مسكوتينيس نوديولز والماينر مانيفستيشنز. ابتدت نبص بقى على الرول اوف ايكو ان ذا دايجنوز اوف اكيوت روماتيك فيفر. طول الوقت هما مش بيستخدموه قوي في 2001 2008 كله مش بيستخدموه. نيوزيلند واستراليا ابتدوا يستخدموه ويحطوه معاهم از انتجرال بارت عشان يشخصوا بيه روماتيك فيفر، ان الاماكن دي عندهم روماتيك فيفر كتير في الناس النيتيفز اللي عايشين في البلد دي. احنا بقى بنستخدمه من امتى؟ بنستخدمه من ان 1998 بالظبط السنترز كلها كانت خلاص بتستخدمه وبننشر كلام عن السب كلينيكال كارديتس. وي وير يوزينج ات ان اول تايبس اوف روماتيك اكتيفيتي اند كارديتس. عيان عنده ارثرايتس، عيان عنده سب كلينيكال كارديتس، عيان عنده كاردييك ليجن انا شك هو روماتيك اور نوت روماتيك، كنا بنعمل له الايكو وده لدس تو ان احنا نشخص بدري بنعالج بدري. ذس هيلبت اس ا لوت. الايكو دوبلر كان ليه ادفانتجز معانا ان هو خلانا نشخص عيانين كانوا فري باي اوسكلتيشن، يعني انا شخصت السبكلينيكال كارديتس وقال لي حاجات كتيره، قال لي الفالف افكشن اني فالف افكتد مايتر ولا اورتيك، از ات روماتيك اور نوت، لان انا بالايكو بعرف از ات روماتيك اور نوت، وده بيبقى دي بقى محاضره ثانيه لوحديها. ويتش تشامبرز ار انلارجد، بيريكارديال افيوجن موجوده ولا لا، الروماتيك فيفر بيعمل مايل بيريكارديال افيوجن لا يمثل ذس از نوت روماتيك.
ايجكشن فراكشن برضو ما بتبقاش افكتد قوي في روماتيك فيفر اكسبت فيري ليت، يعني مالتي فالفولر. يعني انا لما الاقي جريد 1 ولا جريد 2 ميتر ريجرش وايجكشن فراكشن 40، ذس از نوت روماتيك، دي حاجه ثانيه، لازم ندور على سبب اخر. ذيس اول جايد لاينز اتغيروا، واتغيروا امتى؟ في العالم كله لاحظوا ان هم الروماتيك فيفر سيمبتومز اند ساينز وير فارينج ان ديفرنت بارتس اوف ذا وورلد. في ساب سهارن افريكا فيري اجريسيف ومالتي فيفر ديزيز والعينين بيموتوا هم صغيرين. في اوروبا مش موجود روماتيك فيفر، بيقولوا دي حاجه مش موجوده خالص. وفي استراليا حسب حتت بقى اللي فيها ناس النيتيفز فيهم كتير البيض ما فهمش، والناس المهاجرين من حتت اخرى وسط. فقام في 2015 the Jones criteria كانت revised and it was put for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of echo doppler، والحمد لله زودوا لنا الايكو دوبلر for the diagnosis and this was very nice. انا انبسطت جدا ان هم زودوه وقالوا ان اللونج اكتنج بنسلين يتاخد كل اسبوعين، ولكن عملوا فينا الحقيقه مقلب جامد جدا بالنسبه لنا احنا في مصر. هم علشان خاطر بيقعدوا مع الناس بتوع أستراليا ونيوزيلند وعندهم severe forms of rheumatic arthritis، كانوا مشتركين في كتابة الجايدلاينز دي، كتبوا إن المونو أرثريتس والبولي أرثرالجيا ممكن يبقوا major manifestations. طبعا حتة إن البولي أرثرالجيا دي وإحنا عندنا ناس كتير قوي بيشتكوا من بولي أرثرالجيا plus minor manifestations، خلوها شكلها إيه؟ خلوا الماينر manifestations بالنسبة لهم هم الـ ESR عالي والـ CRP عالي زي ما هو أهم. احنا بقى بالنسبه لنا عملوه ازاي؟ قالوا مونو ارثرالجيا والاي اس ار اكتر من 30، احنا طبعا بنشتغل اطفال وعارفين ان احنا الاي اس ار 30 ده مش عالي بالنسبه لنا. السي ار بي بالنسبه لنا في مصر بوزيتيف اكتر من 5، 3 ده كله بالنسبه لنا نيجاتيف، غالبا ده فرق معمل. بس ذس ليدز تو ان اوفر دايجنوزس اوف روماتيك فيفر، وان انا هدي حقن كتيره للعيانين. هي ترى مشكلتي الحقن، مشكلتي مش الحقن، مشكلتي ان انا اي ام ميسنج اذر دايجنوزيز وممكن عينيني يبقى عندهم حاجه سيريس. هنتكلم على كيس سيناريو اوف وان اوف ذيس كيس عشان نعرف احنا ممكن نغلط فيها ازاي. A 6 year old boy presented with a 2 week history of left hip pain and 1 week history of pain in the right knee without fever. مفيش سخونيه ومش سخن. He had an attack of tonsillitis 1.5 months earlier and who doesn't يعني. He received acetyl salicylic acid for 4 days with minimal improvement. ودايما لما باخد الهيستري الاقيها حاجه غريبه جدا، يقول لك اداني 4 تقراص، 4 تقراص من القرص الكبير اللي هو اللي كذا، لا لا من البيبي اسبرين ده، which is practically nothing. يعني انا مش لا بدي treatment of arthritis بجد ولا انا ما بديش حاجه. On examination the patient had arthralgia and no joint swelling and the heart was free. There was no echo done at that time. CBC was normochromic and normocytic, ESR 90 millimeters per hour, anti-cerebrotoxin octet 1200 international units, CRP 24, rheumatological screen was negative, virology screen was negative, is it rheumatic fever? انا عشان ارد الكلام ده لازم الاول اعمل اشوف الجايدلاينز واعمل بقيه الانفستيجيشنز. الدكتور اللي شافه الاول قال ان this is rheumatic fever. ازاي؟ This is a high anti-streptolysin otitr. This means acute rheumatic fever. You don't need to apply any criteria. ده تعبان بقاله كتير ورجل والـ ESR عالي قوي، anti-streptolysin otitr عالي. This is an acute rheumatic fever. واداله الحقنة. والعيان بيمشي كده لمدة فترات بس هو لسه بيشتكي. If we apply rheumatic fever criteria بقى بجد هنيجي نعمل application. This is not rheumatic fever. أنا ما عندوش carditis. لازم العيان يتسمع. If we apply the new criteria, هنقول this is rheumatic fever. هنقول هل يا ترى ده overdiagnosis وmissing important criteria؟ ان هم قالوا عشان اقول polyarthralgia as a major criterion, I have to exclude all other causes. لازم تكونوا عارفين ان there are certain diseases بتاخد وقت to give the full bloom picture بتاعتها، يعني الصوره ما بتكتملش على طول. الايكو is mandatory in the diagnosis ولازم ان انا اعمله. These patients turned out to be a malignancy. Many patients on long-acting penicillin for arthralgia and raised anti-streptolysin otitr turned out to have either malignancy or other diseases as collagenosis or others. And this is one of the examples that I want to show you. The girl, a girl 12 years old, presented complaining of pain of both feet more on the right side and 5 months duration. She was given long-acting penicillin based on an anti-streptolysin otitr of 800. The parents wanted to stop the injections. هم جايين عشان مش عاوزين ياخدوا الحقنة.
البنت اون ميتيكلس بقى الواحد لما بياخد لازم هيستوري اوف ذا ارثرالجيا تو بي تيكن فيري ميتيكلسلي. فين بتيجي امتى؟ طلعت ان هي مينلي في الرجل. في اي حته في الرجل تحت لما تيجي تشاور بتشاور على الهيل، على الانكل من تحت على الهيل مينلي. امتى؟ بس انا بلعب رياضه دي هي وبين هم البيرنتس فيري براود، دي بتلعب رياضه دي 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 دي, دي شاطره قوي، دي بقالها 5 اشهر عماله، 5 اشهر ده مع النفس وقت ما ابتدت تتعب، 5 اشهر عماله تلعب رياضه وبتلعب رياضه جامده جدا، وان هي اخذت كاس كذا وانها لازم تكمل في المسابقات والشامبيونز شيب اند اون اكزامينيشن هير هارت واز فري the investigations were all normal apart from the end streptolysin otitis, but I could not help finding that there was marked tenderness على الهيل. And this is what I found. I did an x-ray to that girl. البنت دي عندها حاجة اسمها Severs disease اللي هو بيبقى فيه اسمها osteochondritis dissecans، بيبقى فيه زي fissure في cartilage of the calcaneus. It is occurs during growth في الادوليسنس during gymnastics and so on. والعيان هو ده المشكله اللي عنده، كان بتاخد لونج اكتنج بيسل عليه والعلاج بتاعه حاجه مختلفه تاني، لازم she has to stop the exercise ولي other lines of treatment. So you can read about it اللي هو الاوستيوكوندرايتس ديسيكانز، لان في ناس كتير ممكن يبقى عندهم. ايه بقى الانستريبتوليسن او تتر؟ مين بيطلبه؟ البيدياتريشنز، الاي ان تي سبيشالست، اورثوبيديشنز، جي بي وفاميلي دكتورز وسكول دكتورز. بيطلبوه امتى؟ justified or unjustified. لو في swelling this is justified. joint pain and fever okay. sore throat ليه بعمله العيان عنده sore throat؟ انا مش محتاج انستريبتوليسن وانا هو sore throat، لما لان المفروض بيزيد بعد كده. general body or bone pains or clinical suspicion of rheumatic fever group A streptococcus. مشكلة الانستريبتوليسن اوتيرت is frequently requested by non-pediatricians. they don't know ان هو لازم يتعامل مع حاجات تانية فبيطلبوه alone with no CBC or CRP or ESR. and again they don't examine the patient. the patient is not auscultated to exclude carditis. and sometimes pediatricians or general practitioners they examine but carditis is difficult to diagnose. carditis I have to have a clue to it. هتلاقوا العيان he is tired, he's ill, عنده tachycardia out of proportion to fever, maybe excess systoles, some dyspnea, العيان مش قادر مش بيعمل مجهود زي ما كان بيعمله قبل كده, and ask for an echo, it might reveal additional findings. Some doctors wrongly think that a high anti-streptolysin otitis means rheumatic fever or marathon methadine and long-acting penicillin. فهي simply doctors are unable to properly diagnose a rheumatic fever and it is difficult I know nowadays, so they depend on the anti-streptolysin otitis وهو ما ينفعش اعتمد عليه. وبالتالي الصورة اللي قلتها لكم ان انا بعتمد على الثلاثة كريتيريا هم اعتمدوا بس على اللاب والانستريبتوليسن اوتيت and following no guidelines. ايه الانستريبتوليسن اوتا ده بتعمله؟ it's an antibody against streptolysin او مش جروب ايه بس اللي احنا خايفين منها بتعمله، ده سي وجي كمان بتعمله streptococci. it rises few days to 1 week after infection and peaks at 3 to 6 weeks and some say 2 weeks. يعني هو بيطلعش على طول. It begins 6 to 8 weeks the decline بتاعها وafter 6 months only 30% have a normal anti-streptolysin otitis. يعني هيقعد 6 اشهر عالي، لا ده بيقعد 18 شهر امتى هينزل ما يعرفش امتى هينزل. ممكن العيان ياخد another subclinical attack of streptococcal pharyngitis في throat وتزوده تاني. The significance of persistence is not understood. عشان ندرس الانستريبتوليسن اوتيتر في مصر والهيلث موجود بيحصل فيه ايه، الشغل ده اتعمل وكان ببلشت في البيدياتريك ريبورتس وكان اتعمل ل 680 patients. فيهم شفنا في الكنترولز كان 200 عيان كانوا 30% منهم كان عندهم انستريبتوليسن اوتيتر 400 و5% تقريبا عن 800 دول كانوا هيلثي تشيلدرن قبليها باسبوعين ما كانش عندهم ستريبتوكوكال انفكشن. في الأكيوت روماتيك فيفر الانستريبتوليسن اوتيتر كان عالي وكان عالي كمان في العيانين اللي عندهم أكيوت تونسيلايتس. لو تشوفوا حضراتكم هنا هو الكنترولز ادي ده الليفل بتاعهم، الوحيد اللي الليفل بتاعه أقل هو كرونيك روماتيك كارديزيز. ليه؟ دول عيانين عيادة القلب اللي هما بياخدوا لونج أكتنج بنسلم كل أسبوعين.
وده يقول ان اللونج اكتنج بنسلين عرف يمنع الستريبتوكوك الانفكشن، عشان في حرب شعواء بتبقى بتشن على اللونج اكتنج بنسلين. اللونج اكتنج بنسلين ده من اجمل الادويه اللي تم اكتشافها، ما فيش دواء تم اكتشافه بيقعد في الدم لمده اسبوعين، ما فيش حاجه زيها. بصوا بقى مين اللي زود الانسربلايسن او تتر جامد في الاكيوت روماتيك فيفر والاكيوت تونسيلايتس والريكارنت تونسيلايتس. هما بيعملوا ايه في البراكتس؟ بيدوا الثلاثه جروبس دول تريتمنت لونج اكتنج بنسلين اكنهم هما الثلاثه دول فعلا روماتيك فيفر and not the acute روماتيك فيفر only. ودول الليفلز اللي احنا قلنا عليهم، الابر ليميت اوف نورمال في الاطفال 400 والمين بتاعهم 285، يعني 333 اللي مكتوبه في الريفرنسز دي is okay by us, it can be used. We cannot use other references for anthraplasin or titan, that is why we had to have our own references. It increased more in the winter and the fall following the streptococcal infection. And is high anthraplasin O-titer equivalent to acute rheumatic fever? No, it is not. It is increased in both acute rheumatic fever and acute tonsillitis. زايد في الاثنين. A high anthraplasin O-titer is not equivalent to acute rheumatic fever. And elevated and rising titer is a proof of recent infection. ده معناته جت حاجة infection جديدة. إنما هو لوحده whatever the titer is طلع 1800 طلع 2400 it does not indicate anything except recent streptococcal infection. الاتاكس بتاعت التونسيلايتس كل ما زادت الانستريبتولايسن او تتر بيزيد، كل ما التونسيلايتس اتاك زادت الانستريبتولايسن او تتر عالي. لكن بعض الاحيان ما يعلاش during rheumatic recurrences. الانكريز انستريبتولايسن او تتر بيقول لنا مع كل اتاك ان الانستريبتولايسن او تتر ده is not preventive against tonsillitis، بدليل ان هو العينين بيعيوا تاني، يبقى عالي فظيع والعيان عمال يجيله tonsillitis again. Why are anthraplasin O-titer so high in the acute tonsillitis? ودي حاجة كانت مقلقاني أوي في الريزلتس الأول لما شفت ده، لقيت إن الانثروبلاسين O-titer rises few days after infection، ده العادي، and peaks 2 to 3 weeks. طب إحنا عندنا كان عالي ليه من الأول؟ Because children already had a basic high titers. This is called the anamnestic response. The long-acting penicillin prophylaxis affect antistrept. Does long-acting penicillin prophylaxis affect the antistreptolysin O-titer? Yes, it does. Chronic rheumatic heart disease patients on long-acting penicillin had the lowest antistreptolysin O-titer levels. Penicillin is effective in secondary prophylaxis. So my take-home message is antistreptolysin O-titer is not equivalent to rheumatic fever. Increased antistreptolysin O-titer equals streptococcal infection, whatever the titer is, any level. Rheumatic heart fever diagnosis is a workup between the clinical laboratory and the radiological data, guided by the Jones criteria, and thou shalt not do no harm. عشان كده مش لازم نأذي العيانين بأن إحنا we do not investigate patients who need long acting penicillin. I might miss malignancy, وفي نفس الوقت I might induce anaphylaxis in patients who do not really need the injection. Thank you. بشكر حضرتك يا دكتورة علياء، ده المحاضرة البرزنتيشن كان اكسكويزيت بصراحة، very illustrative and very scientific، وجاوبت على أسئلة كتير قوي. عندنا أسئلة كتيرة، دكتور محمد فاروق جاوب صح وقال إن هي مش روماتيك فيفر على الكويز بتاعت حضرتك، وقال we should look for malignancies، فدي كانت حاجة كويسة منه. بيسألوا حضرتك هل ممكن يعني يشوفوا السلايد، سوري حضرتك يشوفوا الباوربوينت دي في حتة يبقى ليها يعني مكان يبقى. بتهيألي إنها بتنزل بعد كده على الـ على الـ على الـ على الأكاديمي بينزلوها. وفي دكتورة بتسأل حضرتك what means rheumatological screen exactly؟ It is rheumatoid factor؟ روماتويد، انتي سي سي بي، بعمل دبل ستراند دي ان اي، انتي كارديوليبين، حسب الحاله بتاعتي انا شايفه فيها ايه. وفي حد تاني بيسال، ايمان علي بتقول do you think that anti deoxyribonucleic acid would be a better criteria to help to diagnose acute rheumatic fever and predict carditis in the future؟ هو مجرد انا بستخدمه بدل زي ستريبتوزايم تيست، ده بدل الانسبتولاسين او، هو مش موجود عندنا في مصر.
فاحنا ما بنعرفش نستخدمه اصلا، هو مش موجود. وبين الحاجه الثانيه هو it does not diagnose rheumatic fever تاني. It's again it's it's it has to it just simply indicates recent streptococcal infection. I have to diagnose with the clinical criteria and it is something additive with it. بس هو دكتور علي مش موجود في مصر بتاعي. ما هو مش موجود اصلا. وهو ولا ستريبتوزايم تيست. طب حضرتك في دكتوره منى برضو عبد الخالق بتسال what shall we do in the persistent high antiplatelet ootiter without symptoms؟ هنعمل فيها ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. لو العيان بعض الاحيان بيشتكي احنا عندنا المشكله الحقيقيه. طبعا انا ما تطرقتش ده في الكلام عندنا لان في شغل كبير عملناه على الموضوع ده اهوت، وفي رساله حتى دكتوره منى ناقشتها ان احنا في ارثرالجيا بنشوفها عند العيانين دول. يعني في عيانين من اللي بياخدوا عندهم انسيبلاسل اوتيتر عالي عندهم فعلا ارثرالجيا. في عيانين بيطلعوا عندهم حاجه مالجنسي او كارجن او 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 يبقى حاجه مش دايجنوز ونوصلها دايجنوز وتفضل انتيتي. دول عيانين فعلا بيقولوا احنا لما بناخد الحقنه وبناخد بنسلم بنتحسن. العينين دول هم I would prefer to give them penicillin بس أنا I don't think إن ال injections is the safe route. I think we should give them oral penicillin. وإحنا دي أحد ال and I think كان هوت إحنا عندنا البنسلين ده رخيص ما فيش مشكلة قوي إن تتعمل مصانع يعملوا بيها بنسلين نديه للعيانين خاصة إن إحنا عندنا streptococcal infection كتير. ممكن أضيف لحضرتك حاجة؟ أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل throat culture ولو لقيت فيه organism بدي antibiotic 10 أيام. لو ما لقيتش اقول لهم خلاص هي المناعه معلقه كده، ايه راي حضرتك؟ والله دكتوره منى هي ده جزء بيتعمل في الاول، احنا بتدي انتيباوتيك حتى تو اديكيت ستريبتوكوكال انفكشن، الجزء ده احنا مش من ضده، بس اكشولي مع كل مره بندي الانتيباوتيك تو اديكيت ستريبتوكوكال انفكشن، اي نيفر نوتس ذات اني بودي امبروفد، يعني مش هو ده اللي بيحسنهم، اللي بيحسنهم ان هم نبقى عاملين اريديكيشن لفتره كبيره، ان هو فعلا هو ياخد الان اورال بنسلين، ياخده لمده مثلا لمده ست اشهر لمده سنه لما الفتره دي تعدي اوف ريبيتد انفكشنز اللي يكون عندهم، بيبقى غالبا حد في البيت بيبقى كارير، بيبقى ستريبت كارير. حضرتك وممكن الطريقتين يعني دي this is not against لان احنا نعمل eradication في الاول ده اوكي بس الليفل بيبقى عالي هي النقطه صح في ناس بيقعدوا سنين بس انا بقول ما آه. عندكم هي النقطه هي بصي يا دكتوره منى هي النقطه ان العيان بيبقى قلقان جدا وان اي حاجه بدل ما نقعد نديله علاج ونطمن ونطمن العيان ما فيهوش حاجه بدل ما يخلص كلام خالص يقول طب واحنا هنعمل ايه بقى في الحمى الروماتيزميه اللي عنده بعد ده كله يعني بدل لما نقعد نقول ونفهمه انه ما فيهوش حاجه هم لازم يفهموا بالراحه طب واحنا هنعمل ايه بقى في الحمى الروماتيزميه لان الناس بيقولوا لهم اللي زاد ده الحمى الروماتيزميه فهم جايين مسروعين ان دي الحمى الروماتيزميه بس دي مش الحمى الروماتيزميه فاحنا تانيين تاني عشان كده بنقول دي الميث دي الخرافه ان الانتيبلاسن او تتر ده هو الحمى الروماتيزميه فهو زي ما انت بتقولي احنا لو سبناه مش هيحصل منه ولا اي حاجه هي حاجة دي مناعته بالظبط دكتور مصطفى عبد الوهاب بيقول لحضرتك ثانك يو فور ذا جريت ليكتشر ماي انكوايري ريجارد ريكومنديشن اوف لونج اكتنج بنسلين ديوريشن ان روماتيك كاردايتس حضرتك في الـ في الـ في الروماتيك كاردايتس في الاكيوت فيز احنا لازم بياخد 10 ايام بنسلين وبياخد بعد كده هو قصده بعد كده بقى يعني روماتيك هارد ديزيز روماتيك هارد ديزيز في ناس قالوا لو في روماتيك فالف افكشن في ناس قالوا 25 وفي ناس قالوا 40 ما دام في روماتيك هارت ديزيز في فالف افكشن ولو في حد معرض في الشغلانه بتاعته انه يجي له ستريبتوكوكال انفكشن زي دكتور اطفال مثلا ولا ولا مدرسه او حاجه بيقولوا لايف لونج لان بتيجي بعض الاحيان في ناس اتوصفوا ان جالهم ات ان اولدر ايج ريكيرنس اوف روماتيك فيفر وبيسال حضرتك برضو على الدايليما اوف بوست ستريبتوكوكال ارثرايتس فور ويوز ياخد معاها لونج اكتنج بنسلين ولا لا البوست وهو ده اللي انا كنت بتكلم عليه بوست ستريبتوكوكال ارثرايتس الريكومنديشن بتاعتها انها بتتاخد لونج اكتنج بنسلين لمده سنه وبين ان يو ري ايفالويت الارثرايتس لو هي ارثرايتس فعلا دكتوره ماجده بتمثل حضرتك بتقول لك يعني محاضره رائعه دكتوره ماجده وبعدين حضرتك في حد اسمه غلام سامي اهلا دكتوره ماجده دكتوره ماجده اختي العزيزه Are there any bedside clinical signs which gives us a clue for of carditis and help a guide to think accordingly? بيسأل حضرتك ممكن في حاجة نعملها جنب السرير عشان نقول دي كارديتس طبعا في هو ال احنا كلينيكيا بنسمع عيانك كارديتس
عيان الكارديتس ده بيبقى تاكيكارديك، ممكن يبقى عنده جالوب ريتم، ممكن يبقى عنده اريتميا. هي الساين كمان بتاعت الكارديتس ان هو بيبقى عنده مافلنج اوف ذا هارت ساوند، وبنعمل اي سي جي نشوف لو في اي سي جي تشينجز وبيتعمل له ايكو. حضرتك دكتور واحد الحاجه الثانيه معلش بما انكم سالتوا، الكارديتس دي از نوت كروس سكشنال دايجنوزز، يعني انا مش بخش في لحظه واحده اقول دلوقتي حالا العيان دلوقتي عنده كارديتس. عيان الروماتيك فيفر ده از ا فيري تريكي بيشنت، لازم بيتشاف على مدى فتره، فلازم العيان اشوفه النهارده واشوفه كمان يومين واشوفه كمان يومين، لان هو الهارت ساوندز بتفرق، والميرمس بتبان دي ار ايفولفينج، يعني احنا مش شفته النهارده ما لقيتش عنده حاجه ما عندوش حاجه، لا ات ايفولفز بعد كده تظهر تبان بعد كده. حضرتك بيسال حضرتك برضو امتى نعمل ايكو او ميرمس سسبكت كارديتس؟ انا الريكومنديشن بتاعت الاكو وانس يو سسبكت يو دو ات. احنا معلش انا في مستشفى جامعه واحنا عندنا الحمد لله اكوز وناس كويسه بتشتغل اكو وناس اكسبرتس في الاكو في الروماتيك فيفر، فاحنا ما بنستخسرش خالص ان احنا نعمل اكو لكل عيان احنا وي ار سسبكتنج بحيث ان احنا نطمن عليه وعشان ما نتاخرش كمان حضرتك في الدايجنوستكس. يس دكتور جيهان بتسال حضرتك كان وي جيف لونج اكتيف بنسلين تو بيشنت وذ كرونيك تونسيلايتس؟ ايه راي حضرتك؟ انا الحقيقه مش يعني كرونيك تونسيلايتس، يعني انا عارفه كرونيك تونسيلايتس دول هيروح يعملوا لهم عمليه لو انا شخصته بكرونيك تونسيلايتس، انما انا بديله ليه لونج اكتنج بنسلين، يا اما هو عامله له بروبلم في ان هيز لايف، ولو جاله اكتر من 4 5 مرات سبت في السنه بيتهيألي يتعمل له تونسيلاكتمي اسهل. دكتوره مروه دي بتقول لحضرتك فيري نايس براكتيكال توبيك ثانك يو. دكتور محمد احمد بيسال ثانكس فور ذا بيقول الاول ثانكس فور ذا اكسلنت برزنتيشن. وي هاف تو ماني تشيلدرن كومبلينينج فروم ديفيوز جوينت بينز ويزاوت سويلنج هاي انتيسبلايسن اوتيت كارديك اوسكلتيشن جا عليها حاجه نعمل لهم ايكو ولا لا؟ يس يو هاف تو، لان احنا دلوقتي احنا في مرحله، يعني انا بس بقول الكلام ما تطرقش يا جماعه، احنا في مرحله دلوقتي الكاردايتس بقت سب كلينيكال وبقت فيري يعني ديسيفينج، بقت تضحك علينا، فبقى العيانين دلوقتي احنا لو عملنا سكريننج سكولز بنلاقي ان في سب كلينيكال بيبقى في فالف افكشن، فالعيان لما يشتكي بارثرالجيا اعمل له ايكو اتاكد انه ما عندوش حاجه في قلبه بارت اوف ذا سكريننج. العيان اللي بيشتكي بجسمه كله وجعه اي دو ات، ابقى مطمنه منه ان ده ما عندوش روماتيك فيفر. ليه؟ انا بيبقى ماشي عندي عنده الاي اس ار عالي، عنده السي ار بي بتاعه عالي، الانسبتوليشن اوتيتر عالي، طب انا ما لو لقيت بالاك وعندي فالف افكشن ما هي دي روماتيك كارديتس، لان انا بلحم تبقى سب كلينيكال وانا ما بسمعش. فحته سكريننج بالاكو ده هي في العيانين اللي عندهم ارثرالجيا يس، وانا شايفه انها بيزك انها تتعمل قبل ما حد يفكر ان يكتب لونج اكتيف بنسلين. دكتور علي ناخد اخر سؤال بعدين نكمل في الاخر، ايه رايك؟ اتفضلي. From your experience professor, any patterns of change of antisplasin otit can make me doubt rheumatic fever? انا يعني مش افندم قولي. Changing the pattern of antisplasin otit can make me doubt about rheumatic fever. Antistreptolysin otitr does not diagnose rheumatic fever. It diagnoses streptococcal infection. فالantistreptolysin otitr بيعلى ويوطى لوحده خلاص؟ لو عالي ووطي والعيان وهو بيعلى ويوطى كان عنده كارديتس او ارثرايتس والسي ار بي اس ار عاليين يبقى دي روماتيك فيفر. عالي ووطي لوحده كده من غير الحاجات دي معاه this is not rheumatic. انا بقى هسال حضرتك سؤال، يعني انا هم دلوقتي حتى الريكومنديشن ان البولي ارثرالجيا دي تبقى ميجور كرايتيريوم، بتهيألي حضرتك دي المفروض تتلغي مش عندنا. صح يا دكتوره منى والله لان بصراحه كده كله هيبقى عندنا بالظبط. وبعدين هي دكتوره منى ما انت شفتي احنا عملنا شغل، انا يعني احنا في مره تانية كده نتكلم عن البيت فولز دهيت ان كام عيان طلع مالجنسي، احنا ريفيرال هوسبيتال، فلما بيجي لنا العيانين كده بيطلعوا عندهم مالجنسيز وكولاجين ديزيزز. انا برضو هقول لحضرتك سؤال تاني، الفاميلي هيستوري امبورتنت؟ انا اصلا شايفه ان الروماتيك فيفر دي راوند ان فاميليز، ايه راي حضرتك؟ صح yes family history is important، بس خدوا بالكم ان family history كمان ممكن تبقى مش غلط. انا بسال على يعني الاهل بعض الاحيان بيبقى عندهم حاجات تانية ويبقى هم مس لاد، يبقى عندهم كولاجين ديزيز، يعني مثلا ايه اصل هي وهي صغيره كان عندها حمى روماتيزميه وباين بعد كده لما كبرت بقى طلعت روماتويد، هي ما كبرتش طلعت روماتويد، هي بالاصل روماتويد.
خلاص. وهي بنت، والبنت طالعه زيها بالظبط، وحتى خالتها نفس الحاجه يعني. قد ايه دكتوره علياء، ثانك يو سو ماتش. احنا لسه عندنا اسئله كتير جدا على فكره، بس هنسال حضرتك بقى في الاخر. إن شاء الله. ويسعدني ويشرفني ان انا اقدم الدكتوره بروفيسور رانيا حجازي، بروفيسور اوف كارديولوجي كايرو يونيفرستي، هيد اوف ذا بيدياتريك ديبارتمنت دار الفؤاد. She will speak to us about syncope. When should we worry? دكتوره رانيا اتفضلي حضرتك. مرسي جدا يا دكتوره منى، والحقيقه اتس ان اونر ان انا بتكلم وحضرتك المودريتور، وبكرر شكري للدكتور وائل بحبح والدكتور محمد زنون والايجيبشن اكاديمي اوف بيدياتريكس على اتاحه الفرصه، ويعني ان شاء الله باذن الله يكون علمي ينتفع به وكل الناس تستفيد النهارده. اتس اولويز ا تشالنج ان انا اتكلم ورا الدكتور علياء قطبي، وان اوف ذا بيست بريزنترز في مصر. الحقيقه دكتور علياء انا استمتعت جدا بالمحاضره بتاعت حضرتك، اند اتس فيري تشالنجينج، وحضرتك يو ريز ذا بار، وثانك يو سو ماتش على كل الكلام الرائع اللي حضرتك قلتيه. ومستنيين ان شاء الله محاضره الدكتوره سحر والدكتوره مي بفارغ الصبر. انا النهارده هتكلم على موضوع السينكوب. معلش انا الحقيقه التوبيك بتاعتي النهارده از سينكوب ان تشيلدرن. When should we worry? قبل ما اتكلم على السينكوب عايزين نعرف يعني ايه سينكوب. سينكوب is defined as the sudden transient loss of consciousness and the postural tone with complete spontaneous recovery due to transient cerebral hypoperfusion. كل كلمه في الديفينيشن دي مهمه، بمعنى ان السينكوب يعني ان العيان he will lose his consciousness and his postural tone suddenly، وهو هيrecover spontaneously، وبصرف النظر عن whatever the cause of the syncope is، دايما بتكون نتيجة a transient cerebral hypoperfusion. أنا الحقيقة بحب أقول محاضرة السينكوب دي جدا، وده لأسباب كتير. أول حاجة لأن السينكوب is a very common problem. Syncope you will see that around 40% of girls and 20% of boys, which is a very high percentage, will have suffered one syncopal event by the age of 18 years. And you will always notice that it peaks in adolescence. It's not only common, it's a huge burden. وفي study كبيرة اتعملت in the US in 2018 ولقوا ان 6% of hospital admissions among children and 3.5% of the emergency visits كانت نتيجة syncope. والحقيقة دي كلفتهم $800 million، which means that it is a huge burden على the healthcare systems worldwide. It has a death-like quality. أي حد فينا شاف طفل مغمى عليه هيعرف قد إيه الموضوع is scary and alarming للpatient, للfamily, للclinician. Approximately 1-5% of patients will have a serious underlying cardiac disease. وده مهم جدا إن إحنا نعرف إن إحنا كل محاضرة السينكوب دول علشان ألاقي ال 1-5% of these patients I need to find them because they might have a very serious underlying cardiac cause. What is the challenge in syncope? The challenge is إن بالرغم من إن 95% of the cases of syncope are benign, it can be the only warning before an episode of sudden cardiac death. بمعنى إن أنا I can see this patient مرة ويكون في الهيستوري بتاعه syncope and the next time مش هيبريزنت بسينكوب، لا هيبريزنت with sudden cardiac death. This is very scary and it is your job to find these patients. الحقيقة إن 25% من العيانين بتوع السينكوب suffer injuries. الناس اللي بتقع من they fall off stairs, they can fall in the pool، ممكن الموضوع affect their safety، وبالتالي recurrent episodes ممكن يبقى لها very poor quality of life. We come to the challenge. The challenge اللي بيواجه كل pediatrician, you need to identify the life-threatening cases، وفي نفس الوقت مش كل عيان هيجي لك هتكلفه unnecessary investigations and interventions. It is very challenging. You need to know who are the patients that I have to concentrate with. مين العيان اللي أنا هخاف عليه؟ مين العيان اللي هجو further في الانفستيجيشنز بتاعته؟ من كتر أهمية السينكوب الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس حطت list of things that every pediatrician should know. You should list the common causes of syncope in pediatric patients. You should understand the elements in the history and the physical examination that may be related to a life-threatening cause. لازم كل general pediatrician يبقى عارف the basic evaluation for a patient who presents with syncope. You have to understand لو العيان ده ما عندوش uncomplicated syncope, you are responsible for educating the patient and his parents. محتاج تعرف to screen and triage مين من ال patients دول اللي أنا هرفير to the subspecialist.
الحاجات دي الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس حطتها كبري ريكويزيت ان كل بيدياتريشن شود نو، وده بيوضح اهميه السنكوب في حياه الجنرال بيدياتريشن جدا. تعالوا نتكلم مع بعض in three common scenarios that you might have seen or you will see definitely in your outpatient clinic. And then at the end of this talk, أنا عايزة أشوف الـ mindset بتاعكو has it changed? Will you make different decisions عن the decisions that you are thinking of right now? أول حالة is a 10-year-old boy who presented with chest pain and he lost consciousness while playing basketball with his friends. He complained that he was running and then he collapsed, فضل unconscious for 4 to 5 seconds and then he returned to his baseline. وانت لما عملت له examination لقيت ان everything was fine, he had no abnormalities خالص on his cardiac examination or on his pulmonary examination, and this was his first attack of syncope. This is our first case scenario. The second case is a 13-year-old previously healthy adolescent. She came to you complaining that she was playing video games with her sister and then she lost consciousness. She lost consciousness for around 4 to 5 minutes. When she woke up, she did not remember the episode and she went to sleep for around 4 hours. Scenario التالت is a 15-year-old girl جات لك بتشتكي that she fainted. الفينتد امتى؟ Fainted while she was waiting for the subway. كانت واقفة في مكان very hot, very crowded. وبتشتكي انها she was completely healthy. يمكن عندها شوية common cold وبتاخد شوية أدوية. These are three scenarios. كل واحدة فيهم clue يمشيك in a very different way regarding this case. And this is what we want to talk about today. How do we think about syncope? Who are the patients that we worry about? اللي فيكو interested وبيبص أو بيذاكر هيلاقي إن syncope له classifications كتيرة قوي. وأنا الحقيقة بحب ال classification دي. It is simple and to the point because frankly speaking, the question that you need to ask yourself لما بتشوف حالة syncope, is this a cardiac or a non-cardiac syncope? And this is the most important question that you need to ask yourself. لأن هو ده التارجت بتاعنا. We need to find these cardiac patients. وبصرف النظر زي ما قلنا, whatever the cause of the syncope, the pathophysiology واحد, it is the cerebral hypoperfusion اللي نتيجة نقص الكارديك output والperipheral vascular resistance زي ما هنشرح حالا. وفي مجموعة من العيانين بيلخبطونا شبه السينكوب قوي. We call them the syncope mimics. They may masquerade أو يبقوا لابسين الماسك بتاع السينكوب لكن هم في الحقيقة مش سينكوب, لكن لازم هنذكرهم النهاردة because they are some of the patients اللي ممكن you confuse us when you see and assess your syncope patient. We will start with the non-cardiac causes simply لأن non-cardiac causes are the more common. They are 95% of our patients. أهم سبب للسينكوب في الأطفال is the neurally mediated syncope. Neurally mediated syncope هنتكلم عليه شوية بالتفاصيل. ده مهم جدا ودول أكتر عيانين موجودين عندنا and they are إن شاء الله very benign. النوع الثاني هو الأورثوستاتيك هايبوتنشن, وفي نوع very rare اللي هم الدراجز والهايبوغلاسيميا والتوكسنز. خلينا نركز على what's common اللي هم neurally mediated syncope وحنشرح يعني إيه أورثوستاتيك هايبوتنشن. Neurally mediated syncope بإنكلود two types, الفازوفيجال syncope والسيتويشنال syncope. الاثنين دول ليهم نفس الباثوفيسيولوجي. العيان is exposed to a specific trigger. التريجر ده هيactivate an inappropriate cardiovascular reflex. العيان هيجيله hypotension and bradycardia. خلينا نبتدي بالفازوفيجال syncope. الحقيقة ان الفازوفيجال syncope has another name in literature. It is called neurocardiogenic syncope أو reflex syncope. It is by far the most common cause of syncope in pediatric population. وطبعا الfemales are a bit more common than males. وبليز بي فيري كوشس قبل ما تعمل التشخيص ده في العيان اللي اقل من سن 10 سنين. سينكوب ان نيوروكارديوجينيك سينكوب بيكس ابوف ادوليسنس. لو انا جاي لي عيان عنده 5-6 سنين ومامته بتشتكي من سينكوب, I will be much more cautious in making this diagnosis. فبالتالي you have to know ان نيوروكارديوجينيك سينكوب is very common. It peaks in adolescence. It is more common in females. Please be very cautious before making this diagnosis in a younger child. Normally كلنا عندنا ميكانوريسبتورز موجودة في اللفت فنتركل that respond للستريتش أثناء الهايبرتنشن situations. يعني أنا عندي دلوقتي stress, I'm exercising, I'm doing something that is stressful and causing me hypertension. الميكانوريسبتورز اللي عندي في اللفت فنتركل will be stimulated. على طول هتروح باتا vagal efferent discharge للهارت تخلي العيان أو تخلي الإنسان الطبيعي يجيله hypotension وبراديكارديا, وبالتالي تكونترول الهايبرتنشن بتاعه.
this is a normal reflex عندنا كلنا. It is designed to protect us from hypertension. في بعض الناس عندهم حاجة اسمها البازلز أريش ريفلكس. البازلز أريش ريفلكس ده إيه اللي بيحصل لما بنيجي when we stand for a long time بيحصل فيه excessive peripheral venous pooling. يبتدي الفينس return يقل والventricular filling بتاعنا يقل. علشان خاطر نcompensate for this decreased venous return the left ventricle will react by increasing its contraction. تقوم الميكانوريسبتورز اللي احنا اتفقنا انها موجودة في left ventricle ونورمالي بترسبوند للهايبرتنشن تمس انتربرت وتبتدي ترياكت وتدسشارج امبلسز تخلي العيان يجيله هايبوتنشن اند براديكاردي. ليه؟ لان الميكانوريسبتورز دي مس انتربرتد السيتويشن على ان الفيجرس left ventricular contraction اللي حصل to compensate for the decreased venous return it مس انتربرتد ان في left ventricular stretch وبالتالي عملت excessive discharge خلت العيان يبقى عنده vagal tone عالي ويجيله hypotension and bradycardia. وخلينا فاكرين كلمة hypotension and bradycardia because you will see in other patients that this is not the case and this is an important differentiating point in the differential diagnosis. طبعا الvasovagal syncope مهم ان احنا نعرف ان بيبقى له triggers. كتير من الامهات يجوا يقولوا ان the patient was in pain او انه كان واقف in a crowded hot environment اتعرض كان بياخد بيتسحب له lab. وطبعا البوتنشيتنج فاكتورز بتاعته اللي زي الهنجر والاكزهوشن والانتركرنت إلنسز تشوفوا كتير في رمضان مع الصيام ايام الامتحانات. الحاجات دي مهمه ان احنا نسال عليها في الهيستوري بيكوز ذيس بيشنتس الهيستوري بتاعهم دايما هيبقى فيه التريجرز والبوتنشيتنج فاكتورز they will make you feel more comfortable about making the diagnosis بتاع نيوروكارديوجينيك سينكوب. النقطه الفيري امبورتنت هي البرودروما. Before I fall or before I suffer this syncope in a neurocardiogenic syncope, I am likely to have symptoms. تيجي الأم تقول لك إن العيان قبليها على طول كان دايخ، كان dizzy. العيان نفسه يقول لك أنا كنت عرقان، حاسس إن أنا عايز أرجع. I was blurring in vision. وجود البرودروما is an excellent sign يطمننا إن this is a benign neurocardiogenic syncope. عدم وجود البرودروما is one of the red flags اللي بيخلينا نتردد في تشخيص neurocardiogenic syncope. السيتويشنال سينكوب اللي احنا قلنا انها نوع من انواع النيورولي ميديتد سينكوب ات از الباثوفيزيولوجي بتاعها بالظبط بالبازلز اريش ريفلكس اللي احنا شرحناه لكن التريجرز بتاعته مختلفه. بدل ما يبقى العيان بيجيله التريجر بتاع الفازوفيجال سينكوب وذ برولونج ستاندينج في تريجر ثابته ممكن تجيب له السيتويشنال سينكوب. عيان دايما السينكوب بتاعه مرتبط بالكف بالسنيزنج بالميكتيريشن بالهيفي ويت ليفتنج برضه عندهم هايبوتنشن وبراديكارديا بنفس الميكانيزم. والحقيقة إن situational syncope is very rare in children لكن حبيت أقول لكم إن it is there وممكن نشوفه لو العيان دايماً مع السيفير كف أو مع الفالزالفا ريفلكس بيجيله يبقى ممكن نشخصه إن هو situational syncope. النيورولي ميديتد syncope عموماً has some criteria إن loss of consciousness بتاعها is not long it is from 5 to 20 seconds it should never be longer than a few minutes. أثناء الإيفنت العيان بيبقى شكله pale وإل وسواتينج. Immediately following the syncopal event, العيان بيرجع للمنتال ستيتس بتاعته النورمال. ممكن يبان إن هو fatigued وweak وdizzy, but we have a very important point that the patient is not sleepy. لو الأم جاية تقول لك إنه بعد الأتاك بتاعت السينكوب, the patient went to sleep, this is a sign that this is probably not a neurally mediated syncope, لكن سكة الإبيلابسي وسكة السيجرز. الحاجة اللي بعديها اللي عايزة أقول لكم عليها اسمها الأورثوستاتيك سينكوب. Orthostatic syncope, as you can see in this table, has many causes, من primary to secondary autonomic failure, drug-induced hypovolemia. In children, the most important causes are the hypovolemia, and you need to know a little bit about the postural orthostatic tachycardia syndrome, أو الPOTS. إيه اللي بيحصل؟ To maintain my normal blood pressure, there are certain mechanisms that I have to follow. When I'm standing, أول ما بقف, I am pooling 500 to 1000 milliliter of blood in my lower extremities and my splanchnic circulation. طبعاً على طول الـ venous return والـ ventricular filling حيقل, cardiac output بالتالي والـ blood pressure حيقل. This normally will trigger a compensatory reflex. الـ baroreceptors اللي بترسبوند to this low blood pressure and low venous return على طول هتزود الـ sympathetic outflow وتقلل الـ vagal return. العيان يبتدي يزود الـ cardiac output والـ venous return بتاعه. The fall of the blood pressure does not happen. لو أنا ما عنديش الـ reflexes دي شغالة كويس بمعنى الـ sympathetic outflow بتاعي زيادة لكن مش قادر إن أنا أحافظ على الـ peripheral resistance بتاعي إنه يزيد I will suffer syncope with standing and this is known as orthostatic hypotension.
تشخيص الأورثوستاتيك هايبوتنشن is very classic، إن أنا بخلي العيان ينام in a supine position، أقيس البلد بريشر بتاعه، and then after standing for 3 minutes I measure the blood pressure again، بلاقي إن السيستوليك blood pressure بيقع more than 20 millimeter mercury أو الدايستوليك pressure more than 10 millimeter mercury، I can make the diagnosis of orthostatic syncope. In children the most important cause of orthostatic syncope هو الهايبوفوليميا، هو العيان الصايم اللي مش بياكل خالص أو العيان اللي عنده losses كتير سواء من دايريا أو من vomiting أو من bleeding. وفي طريقة لتشخيص الهايبوفوليميا في الأطفال إن أنا ممكن أعتمد على الهارت ريت بدل البلد بريشر، ألاقي إن الهارت ريت بيزيد more than 20 beats per minute when I'm moving from the supine to the standing position I can accurately diagnose hypovolemia. يعني أقيس الهارت ريت والعيان نايم and then I ask him to stand for 3 minutes I measure his heart rate I find that there is a difference of 20 this can diagnose accurately hypovolemia. ده الميكانيزم برضو شبه جدا البوتس، البوتس الحقيقة بنشوفها in young women أو يعني in teenage girls بيحصل لهم tachycardia و hypotension، وأنا مركزة على كلمة hypotension and tachycardia عشان ده بيفرقها ما بينها وما بين neurocardiogenic syncope أو vasovagal syncope اللي كان عندهم hypotension and bradycardia. هنا العيان عنده sympathetic discharge كويس لكن مش قادر يحافظ على peripheral venous return، فبالتالي tachycardia بتحصل لكن with hypotension. تعالوا ندور بقى على needle in the haystack. احنا جايين النهاردة عشان نشوف مين الإبرة اللي موجودة في كوم القشر الكبير ده. احنا عايزين نلاقي ال 1 to 5% of the cases اللي احنا بنسميهم the cardiac syncope. وبالرغم من ان هم rare they are very important. طيب دي اسباب الكارديك سينكوب، بيتقسموا ل 2 كاتيجوريز كبار، اريثموجينيك وستراكشرال هارت ديزيز. الاريثموجينيك طبعا هي البراديكارديز زي 6 ساينس سيندروم والكومبليت هارت بلوك، زي التاكيكارديز اللي هي الاس بي تي والفي تي والفنتريكولار فايبريليشن، الكونجنتال لونج كيو تي، البروجادا والاريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبلازيا. بالنسبه للستراكشرال هارت ديزيز عندنا اي حاجه بتعمل اوبستراكشن للكارديك اوت فلو زي الاورتيك ستينوزز العنيف، البالمونري ستينوزز. دكتوره سونيا كانت كلمتنا في اول ويبينار عن الكارديوميوباثيز الهايبرتروفيك والدايليتد، الحاجات دي كلها بتعمل كارديك سينكوب. طبعا علشان خاطر دي الوقت مش هخش في تفاصيل كل واحد، لكن you have to know ان every single one of them has a criteria on the ECG وhas a criteria on the echo، اكيد هي دي الدايجنوستيك. لكن ده مش دوري كترياجينج دكتور، انا عايز اقول ان كلهم ليهم كريتيريا واحده للكاردياك سينكوب ده، وده دورنا ان احنا نترياج نعرف انت كارديك وهمشي وراك وادور انت ايه ولا انت نون كارديك وانا هبقى مطمنه وانا بتعامل معاك. الكاردياك سينكوب ليهم alarming signs لو العيان جاي يشتكي لك من palpitations، او لو السينكوب حصل والعيان نايم تلاقي الام جايه يعني بتقول العيان ان هو occurrence while supine، ده is a very serious sign. لان طبعا المفروض ان انا كل الحاجات اللي اتكلمت عليها بتاعت الorthostatic hypotension والvasovagal syncope they are triggered بالvenous pooling اللي بيحصل وانا واقف، فكون يحصل syncope وانا نايم this is a more serious sign. زي ما اتفقنا مهم جدا البرودروما، عدم وجود البرودروما يعني العيان ما كانش حاسس خالص انه هيغمى عليه this is very serious. لو العيان عنده history of underlying cardiac disease حتى لو كان surgery from years ago this is very important. نقطة فيصلية ومهمة هي السينكوب أثناء الإكسيرشن، طبعا during exercise المفروض كل الفيجل stimulation is suppressed، فكون أن أنا يجيلي أثناء الإكسيرسايز cardiac syncope this is very alarming. ال presence of pathological murmur لو أنا بسمع العيان لقيت عنده murmur ممكن يكون murmur بتاع hypertrophic cardiomyopathy، فأنا لو لقيت حاجة من الكريتيريا دي this is very important انها توجهني ان this is not a neurocardiogenic syncope. طيب خلينا قبل ما نخش في تفاصيل النيوروكارديوجينيك الكارديك سينكوب نتكلم شويه على سينكوب ميمكس في كلمتين. الحاجات اللي بتستخبى وبتلبس الماسك بتاعت السينكوب كتيره، اهمها في الاطفال السيجرز والبريث هولدنج سبيلز والسايكوجينيك سينكوب. الجدول بتاع السيجرز ده مهم جدا، لازم نبقى عارفين ان العيان اللي بيجيله سينكوب هتلاقي كتير قوي من الدكاتره بيبعتوه لحد كارديولوجيست وحد نيورولوجيست لان هم they need to differentiate، وهم دول فعلا مهم جدا ان انا افرق هل هو كاردياك سينكوب ولا نون كاردياك سينكوب ولا ايبيلبسي. من الاسئله او من الحاجات اللي ممكن تساعدني هي الحاجات اللي انا شايفاها في الجدول دي، the more sudden onset is with seizure، كل ما بيطول السينكوب ده it goes with seizure. العيان اللي بيجيله abnormal movements أو headache أو incontinence it suggests إنه ده epilepsy. العيان اللي عنده sleepiness ده مهم جدا، العيان النايم بعد الاتاك
ده is a seizure. طبعا التونج بايتنج والابنورمال اي موفمنتس والاي اي جي الجدول ده مهم اند ات شود بي ان يور مايند. لكن لو هنفتكر منه حاجه هنفتكر موضوع السليبنس ده لازم تسال العيان عليه. الديوريشن از فيري امبورتنت, كل ما هيطول كل ما هيخليك تفكر اكتر ان ذس از ا سيجر. البريث هولدنج سبيلز اكيد كلنا شفناه منظر مرعب, تيجي الام تشتكي ان العيان كان بيعيط جامد جدا اند ذن هي لاست كونشسنس, ويا اما كان بيلي اما كان بلو. والحقيقه ان معظم البريث هولدنج سبيلز ار ريليتد للايرن ديفيشنسي, ولقينا ان هم بيتحسنوا جدا وذ ايرن سبلمنتيشن حتى لو الايرن ليفلز بتاعه العيان مش قليله قوي. السايكوجينيك سينكوب بنشوفها اكتر في البنات, شي از بريتندينج تو بي سافرينج فينتينج. العيان ده طبعا ما عندوش اي تشينجز لا في الهارت ريت ولا في البالر ولا في الهايبوتنشن ولا اي حاجه. يوجوالي الابيزود بتبقى وذ ان اودينس at a specific time before school. العيان ده ممكن يكون عنده history طويلة من psychological abnormalities أو is under stress, وبالتالي psychogenic syncope عادة بتبقى very easy to diagnose. لما تيجي تدور على evaluation of the syncope عايزك تبقى بالmindset إنك بتsearch for the needle in the haystack, ودي تفتكرها كويس قوي. مش دورنا أبدا لما تيجي أم تقول لك ابني أغمى عليه امبارح وهو واقف في المدرسة أقول لها Don't worry, it's fine. Everyone, كل الناس هيجي لها مرة إغماء. لا, please نتعب نفسنا ونسأل شوية على شوية حاجات, because this might be the only chance for this child to save his life. والمرة جاية تبقى قصة مختلفة تماماً with a sudden cardiac death in the family. فبالتالي, please, I know that syncope is very common. It is worth every minute you're going to spend with the parents to ask, عشان إحنا بندور على النيدل in the haystack. الأسئلة اللي إحنا عايزين نجاوب عليها, syncope versus seizure بالجدول اللي إحنا شفناه من شوية, cardiac syncope versus non-cardiac syncope. مش قادرة أقول لكم الهيستوري is such a very big part of the assessment of a patient with syncope. الأسئلة اللي هنسألها, هنسأل على the circumstances just prior, قبل ما يغمى عليه كان فين. اللي كان واقف ده أطمن عليه, اللي كان قاعد أو نايم this is worrying. الactivity, هل كان العيان أثناء هو بيعمل exercise he fainted, this is very worrying. هل الـ predisposing factors مهمة؟ هل كان واقف في crowded place, warm place؟ هل بقاله صايم فترة, مش واكل فترة, feverish؟ الحاجات دي بتطمني إن إحنا ماشيين في neurocardiogenic syncope. يبقى من الـ circumstances, if the patient is supine or sitting, or the patient was performing exercise during the syncope, this is very alarming. لا, هسأل على البرودروما, هل العيان كان حاسس إنه هيغمى عليه؟ لو الأم قالت لك كان عنده nausea أو vomiting, الحاجات دي بتبقى مطمئنة جداً. لو أم قالت إنه ما عندوش برودروما خالص أو إن كان عنده palpitations, this is worrisome and you need to ask about these questions very specifically. لازم نسأل على duration of the loss of consciousness. نشوف لو كان في witness يقول لك كان في abnormal eye movements, هل كان عنده tongue biting, هل كان في continence أو incontinence أثناء الأتاك, this is extremely important. لو العيان at the end of the attack, هل بعديها قام رجع, كان عنده vomiting, كان عنده aches, هل كان confused ولا كان sleepy, هل كان alert, هل حصل injuries, الحاجات دي كلها بتسجست how serious you are and if this patient is epileptic or not. زي أي حاجة في الهيستوري, الفاميلي هيستوري مهم جدا. الفاميلي هيستوري هنا بقى محتاجة أسأل على شوية أسئلة. أسأل على family history of arrhythmias, أسأل على family history of sudden cardiac death, وعايزة أفكركم بحاجة بننساها كتير, family history of deafness. كتير من long corrected long QT syndrome بيبقى معاهم deafness, وفي بعض الأطفال بيبقى عندهم deafness من غير long QT. تيجي الأم تقولك إن هو ابنها أغمى عليه مبارح, لما تسألها في أي حاجة في العيلة عايزة تحكي لي عليها تنسى تقولك إن أخته أو أخوه عنده deafness, لأن deafness is a sign of long QT syndrome and it is very important, it might be a predictor إن العيان ده also has this form of arrhythmias. طبعا بنسأل على الدايابيتس, إذا كان بياخد أدوية, إذا كان سافرين إبيلابسي, الكلام ده كله مهم. في الإكزامينيشن بتاعي كله directed إن أنا exclude the cardiac cause. عايزة أشوف الهارت ريت بتاع العيان أخباره إيه, هل عنده abnormal heart sounds, إذا كان عنده murmurs, هقيس blood pressure والهارت ريت in the supine and the standing position, هشوف إذا كان فيه injuries, هعلق على الconscious level, I will search for pseudosyncope, هل العيان ده dehydrated أو عنده manifestations of hypovolemia, this is my role in the examination. بالنسبة للinvestigations, the only investigation that you have to do is the ECG. أي حاجة تانية مش مطلوب نعملها إلا لو شكيت من الhistory أو من الexamination أو من الECG إن أنا I have something abnormal. مش قادرة أستريس لغاية فين مهم إن أنا أعمل ECG in every single patient presenting with syncope. عملنا بيبر مجموعة الأريدميز فابوريش من سنة 2009 ونشرناها في اليوروبيس على إن
if you have that you have to that you are justified to do an ECG in every single patient with syncope. والحقيقة أن هونشتاين برضو عامل بيبر رائعة في الـ EPS من سنة 2010 they endorsed فكرة أن مفيش عيان يجي يشتكي لك أنه أغمى عليه وما عملوش ECG. الـ ECG هيتكلمني أو هقدر أشوف فيه تفاصيل الـ arrhythmias, الـ pre-excitation, الـ long QT, الـ brogada, الـ arrhythmogenic right ventricular dysplasia, الـ ventricular hypertrophy. طبعاً لو كان في وقت كنت شرحت ووضحت كل ECG ده من دول it is very important for us to know, لكن ربنا يسهل at some other point إن شاء الله ممكن نبقى نشوف كل ECG من دول شكله عامل إزاي. أحب أقول لكم إن الـ hypertrophic cardiomyopathy is the leading cause of sudden cardiac death in athletes worldwide, ويجي وراها الـ arrhythmogenic right ventricular dysplasia. وبالتالي احنا طبعا طول النهار بالنادي ان كل طفل يتعمل له سبورتس هي بارتيسيبيت ان سبورتس كومبيتيتيفلي يتعمل له اي سي جي, لكن ديفينتلي اي عيان جاله سينكوب حتى لو انت شايف انه تيبيكال فازوفيجل اتاك اعمل له اي سي جي مره, لان ممكن يخسر كتير لو انت ما عملتلوش. لو انت عملت الاي سي جي ولقيته نورمال والهيستوري والفيزيكال اكزامينشن يبقى انت مش مطلوب منك تو فيردر انفستيجيت ذس تشايلد. ليه؟ لأن كل الحاجات الأبنورمال هيبقى لها suggestion سواء في الهيستوري أو في الإكزامينيشن أو في الإيسيجي. لو أنا في أي حاجة شكيت بقى من دول I am entitled أن أنا أبتدي أطلب حاجات زيادة في الانفستيجيشن. لو هتنسوا كل اللي قلت لكم النهاردة بليز افتكروا السلايدز بتاعة الريد فلاجز. إيه العيان اللي أنا هخاف منه أو هخاف عليه قوي؟ هو العيان اللي عنده structural heart disease, العيان اللي بيجيله syncope with exercise, العيان اللي بيجيله سينكوب وهو نايم, العيان اللي اشتكالي بالبيتيشنز before his syncope. These are the red flags. If you're going to forget everything, please remember the red flags. العيان اللي عنده family history of sudden cardiac death أو cardiomyopathy أو deafness, العيان اللي عمل surgery for congenital heart disease even if it was 20 years ago, العيان اللي عنده life or limb threatening complications of syncope. ليه the red flag? Because if the patient بيجيله برودروما بيقدر usually يحط نفسه in a safe situation. لو العيان جاله life أو limb threatening complication of syncope, ده معناه إن السينكوب بتاعه كان very acute and this usually denotes a significant underlying problem. Well, these are the green lights as assigned by the European Society of Cardiology task force بتاع السينكوب. لو أنا لقيت العيان ما عندوش مشكلة في physical examination, الـ ECG بتاعه normal, والهيستوري بتاعه بيسجست ان السينكوب حصل اثناء ما هو كان واقف in a hot environment, poor oral intake, يعني كل الانفايرمنت او الامبيونس بتاع حدوث السينكوب كان suggestive of a neurocardiogenic syncope, these are green lights ومن حقنا نطمن. طب ايه الانفستيجيشنز التانية اللي ممكن اطلبها مش هطول فيها؟ الهولتر طبعا, اللونج تيرم اي سي جي ريكوردينج لو انا شاكك في اريتميا, الاكوكارديوجرافي لو انا سامع ميرمر او شاكك ان العيان ده هايبرتروفيك كارديومايوبافي, الاريتموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا ليها مناظر معينه على الاكوكارديوجرافي وبلاقي فيه مشاكل في الرايت فنتريكل, الهيد اب تيلت تيست ده علشان خاطر احط العيان ان ذا انفايرمنت اللي بتجيب له السينكوب. وهنفتكر طبعا ان انا لو عندي نيوروكارديوجينيك سينكوب العيان ده هيجيله هايبوتنشن اند براديكارديا مع الوقفه الطويله, والعيان اللي هيجيله اورثوستاتيك هايبوتنشن ده عيان هيجيله تاكيكارديا مع الهايبوتنشن بتاعه. الاي اي جي لو انا عندي ساينز شككتني اكتر ان العيان ده ماشي في سكه ايبيلابسي, اكسرسايز تيستينج لو انا الاعراض بتاعه العيان ده مرتبطه دايما بالاكسرسايز, لكن لازم ابقى جاهز ان الاكسرسايز ممكن سام تايمز يخلي العيان ده يجيله فيري مالجننت مانيفيستيشنز. سريعا ادي منظر الالجوريثم اللي احنا بنمشي فيه, بعمل بشوف الهيستوري فيزيكال اكزامينشن اند اي سي جي اوف ذا بيشنت. لو انا عندي من الاول ابنورمال اكزامينشن وابنورمال اي سي جي خلاص اي ريفير تو ذا سب سبيشالست. لو كل حاجه عندي نورمال اي ويل ديبند اون ماي هيستوري. لو الهيستوري فيه حاجه سسبيشس بمعنى بالبيتيشنز مفيش برودروما, العيان كان عنده سيفير injuries او احتاج سي بي ار, يبقى ده حصل during exercise syncope, على طول هريفير للكارديولوجي. لو العيان عنده manifestations of neurocardiogenic syncope بمعنى جات له برودروما just for a few seconds, الامبيونس بتاع السينكوب كان كله بيقترح ان انا عندي neurocardiogenic syncope, يبقى انا هريأشور العيان ده وهبتدي اتعامل معاه على ان هو vasovagal attack. ممكن يكون العيان ده psychogenic syncope هحوله يعمله psychiatric evaluation. لو انا كل حاجه مطمئناني لكن لسه مش قادر اعمل تشخيص يبقى هطلب الهيد اب تيلت تيست عشان احط العيان في الانفايرمنت اللي ممكن تكون هتجيب له السينكوب. المانجمنت بتاعنا مش هتكلم عليه غير بس من ناحيه الجولز بتاعتي. اهم حاجه I want to prevent recurrences of the syncope, I want to avoid risk of mortality,
انا عايزه افويد ذا انجريز اللي اسوشيتد وذ ريكيرنس اللي ممكن تسوق الكواليتي اوف لايف. انا محتاجه ايدنتيفاي ذا كوز عشان خاطر طبعا الكاردييك سينكوب ليها كلها تارجتد للسبب بتاعها. لو هي اريثميز ممكن تكون محتاجه بيس ميكر، محتاجه كارديوفيرت دي فايبريليتر، محتاجه اعمل مايومكتومي لو انا عندي هايبرتروفيك كارديومايوبثي. وات ايفر ذا كوز از اتس جوينج تو بي دايركتد تووردز ذا كوز. يو نيد تو ريسك ستراتيفاي يور بيشنت. مين العيان 1-5% دول اللي المره الجايه هيموتوا؟ اي نيد تو ايدنتيفاي ذم اند مانج ذم اكستريملي بروبرلي. خلينا نتكلم على النيورالي ميديتد سينكوب اللي هم العيانين عندهم فازو فيجل. كل اللي احنا بنطلبه منهم ان هم يعملوا سايد تشينجز في الاول. دكتور منى خلاص هو فاضل 2 سلايدز بالظبط. هاي سولت دايت، نزود الفلويد انتيك، انكورج السبورتس. لو انا هشرح للعيان لو جالك برودروما امن نفسك، بي سيف، اقعد ارفع رجليك لفوق علشان خاطر ما تاذيش نفسك. طبعا ساعات بنضطر نخش في المينرالوكورتيكويدز والبيتا بلوكرز الالفا ادرينرجيك اجونست عشان اساعد العيان ده انه يرفع الضغط بتاعه اثناء الفازوفيجل اتاك. طيب سريعا جدا، مش طبعا الوقت خلص، لكن نفتكر العيان ده الطفل اللي عنده 10 year old child who was experiencing syncope اثناء الباسكتبول. Remember syncope during exercise is a red flag. This patient has a cardiac syncope and needs full investigations. This other child, she slept for 4 hours. It was a long duration of her syncope. This patient is probably an epilepsy and she needs full investigations. This other case اللي احنا عرضناها في الاول، she suffered a very typical prodroma with a very typical ambiance for neurocardiogenic syncope. This is a patient with a vasovagal syncope. Please remember the pitfalls. Pitfalls كتير بسمعها، ان العيان ده كان الحمد لله كان عنده neurocardiogenic syncope انا ما عملتلوش ECG. This is a major major mistake. The patient can pay with their life بموضوع ال ECG ده. ما تنسوش تسألوا على الدفنس. We sometimes miss it ويبقى القصة والكلو كلها في ان العيان ده كان عنده family history of deafness. Don't be pressured. بشوف عيانين الأم تيجي تقولك امبارح أثناء ما هو كان بيجري the patient collapsed وعنده championship تاني يوم ضحى عشان حياته كلها كانت ضايعة في التمرينات ومحتاج بكرة يخش البطولة. Please, if the patient suffers syncope during running or during exercise, this is very serious. It has to be very well investigated. Don't give in to coaches, parents or patients. لو العيان ما عندوش red flags, do not overdo it مع الانفستيجيشنز. هنكتفي بالECG. There is no excuse to not do an ECG in the patient. آخر slide is my take-home message. Syncope is a common problem in pediatrics. It is usually benign. Please, please always look for the red flags. Take a proper history for your patient, proper physical examination. There is no excuse not to do an ECG. Syncope in a cardiac patient should be taken very seriously. Thank you very much. وأتمنى تكونوا استفدتوا. مرسي دكتورة منى قوي. بصراحه يا دكتوره سحر انا مش عارفه اقول ايه. المحاضره اكسكويزيت، يعني حضرتك فعلا خليتي موضوع يعني difficult very easy وvery illustrative والجداول رائعه و it's a very very important topic لان احنا كلنا بنشوف في عياداتنا كتير جدا. ف thank you so much. طبعا في participants كتير قوي، عدينا 500 دلوقتي وفي اسئله كتيره. انا بس مش عارفه الاسئله في 1 minute. هو في بيسأل حضرتك الدكتور محمود عبد الرحمن، when opening the eyes the eyeballs moves in different directions, does this assign differentiates psychogenic from non-psychogenic syncope؟ ايه رأي حضرتك؟ In general the horizontal eye movement has been linked أكتر للإبيلابسي من the vertical eye movement. Psychogenic syncope they are usually easier إن احنا نخلي العيان يفوق. من الحاجات المهمة أن أنا ما عنديش autonomic changes، ما عنديش heart rate ولا blood pressure changes. فالآي movements are just a part of the assessment of the patient. They do, maybe they would point out أن العين ده psychogenic بس مش هقدر أعتمد عليها الوحدة. هو في حاجة كمان، لو أخذ لو كانت بنت وفوق والأدولاسنت وعندها حاجة مضايقة من history في الغالب هتبقى psychogenic، لأن يعني تبقى عينيها بتلف في كل حتة كده. بيبقى شكلهم بيمثلوا قوي. بيبان عليهم. في دكتور عمر الجندي بيسأل حضرتك if you reach to ECG يعني عملنا ECG and no suspicious of cardiac reason, what are the possibility percentage of missing serious cardiac causes? Are we legally protected؟ يعني هو عمل ECG لأ normal ومش لقي cardiac signs and symptoms، إحنا كده protected ولا يعمل حاجة تانية؟ السؤال ده is a huge debate ما بين الكارديولوجيست worldwide، لأن إحنا we need to draw the line.
طبعا لما بييجوا يطلعوا ريكومنديشنز من European Society of Cardiology لازم بيحسبوا الكوست بنفيت بتاع العيان، بمعنى هاو ماني بيشنتس ار يو جوينج تو مس لو انت شفت الاي سي جي. الحقيقه هم لقوا ان هم اكستريملي مينيمال، اكستريملي انلايكلي ان العيان يبقى عنده اللايف ثريتنينج هارت ديزيز، سواء هايبرتروفيك كارديومايوباثي، باريثيك كارديومايوباثي، بروجادا اريتموجينيك، كل حاجه وهتبقى باينه في الاي سي جي. ات مايت بي يعني اكستريملي مينيمال that would not justify ان انا اقول كل عيان يتعمل له مثلا ايكو او كل عيان يتعمل له هولتر. لا يعني I can actually say with يعني a very strong emotion ان انت لو مش لاقي اي abnormality in your ECG you can safely exclude ان في عندنا cardiac abnormality given ان العيان عنده a normal physical examination and a normal history. They go hand in hand التلاتة دول: proper history taking, proper physical examination, normal ECG, and the patient does not show any clues for a cardiac syncope, لا very safely ان شاء الله ما عندوش اي heart abnormalities. Thank you دكتور سحر. دكتوره رانيا، دكتوره اميره عصمت بتسال، بتقول لحضرتك very nice talk illustrative doc. ميرسي يا دكتوره اميره، دي صاحبتي عشان كده مكوساني. انا قلت اقول لك برده. ايوه بس دكتوره ايمان علي بتسال do you think that tilt table testing could be a better tool to diagnose neurogenic syncope is useful in pediatrics. للأسف الرول بتاع الهيد تلت بيقل gradually along the years. لقينا ان في simpler orthostatic tests، ان انا الموضوع ان انا انيم العيان وقفه 3 دقايق، بقيس blood pressure و heart rate. Sometimes it is just as effective as a typical head tilt test. الهيد تلت is more useful كل ما بنكبر ناحية الادولسنس اكتر، the response بتاع العيان بتاعك. Sometimes زمان كنا بنقعد ندي حاجات بتسيميوليت القصه ولقينا ان الادويه دي فيري سيريس وممكن تدخل العيان ان سيفير براديكارديا، فبطلنا ما بقيناش بندي سيميوليتنج دراجز في الاطفال خالص، بقينا بنعتمد بس على التيبكال هيد تلت. الهيد تلت از يوسفل زي ما اتفقنا في الالجوريثم بتاعنا، لو انا بعد استنفذت كل حاجه وعندي تيبكال هيستوري اوف نيوروكارديوجينكس سينكوب ممكن استغنى عن الهيد تلت، لكن لو انا ما عنديش تيبكال هيستوري وكل حاجه ثانيه نيجاتيف I can go to a head tilt. دكتورة آن إبراهيم بتسأل حضرتك what is the role of beta blockers in neurogenic syncope. البيتا بلوكرز in neurocardiogenic syncope لقوا إن ليها دور كبير in suppressing the vagal tone. خلاص العيان بيبقى رغم انها it might appear ان ده effect غريب، لان البيتا بلوكرز احنا عارفينها بتعمل bradycardia وhypotension، giving them بيخلي العيان more يعني ما بيجيلوش ده السيفير فيجل ريسبونس اللي بيدخله في نيوروكارديوجينيك سينكوب. وكتير جدا من عيانينا اللي ما بيستجيبوش على السولت اند ووتر انتيك بيتحسنوا جدا وذ لو دوز بيتا بلوكر، ما بنضطرش نديهم مينرالوكورتيكويدز. يوجوالي ستارت وذ بيتا بلوكرز ان بيشنتس علشان المينرالوكورتيكويدز بتعمل لنا ان كنترولد هايبرتنشن سايت، فالبيتا بلوكرز ار ماتش سيفر. في دكتوره دينا بتسال وات از ذا ريليشن بتوين ديفنس اند سينكوب. تاني الدفنس انت قلتيها في المحاضره، هقولها سريعا، قلتها سريعا بس هقولها تاني. الدفنس is a part of the spectrum بتاع امراض اللونج الكوركتد لونج كيو تي سيندروم. اللونج كيو تي في منهم اطفال بيبقى عندهم دفنس بلس لونج كيو تي، وفي اطفال بيجي لهم دفنس من غير اللونج كيو تي، وات رانز ان فاميليز. فبالتالي it is very important to ask لو حد من العيله دي دف، يبقى ممكن ده يكون كلو ان هم عندهم لونج كيو تي في العيله. وساعات we have missed these patients ويجي بعد كده sudden cardiac death، فthis is very alarming. It is important ان احنا نحطه in as a part of the assessment of patients with syncope، لان زي ما قلت احنا we are looking for the cardiac syncope patients and any clue that will help us من ضمنها the deafness اللي بيrun in families with long QT. في دكتوره بتسال it is serious if syncope happened just after waking up from sleep. No, this is one of the signs that this is probably a vasovagal syncope. Changing in positions، كنت نايم وقعدت غيرت الوضع بتاعي واحتكت الأورثوستاتيك ميكانيزمز بتاعتي وخانتني، فبالتالي لا it is not a serious sign خالص. وإن أنا بالعكس this is what changing positions related to syncope is one of the good signs اللي بتطمني إن probably this is a neurocardiogenic syncope. ناخد بقى آخر سؤال ونكمل في الآخر يا دكتورة رانيا، وفي أسئلة كتير الصراحة. Mother mixes between syncope and panic attack. How to differentiate from history although panic may not be prevalent. من الحاجات الكلوز ان عاده البانيك اتاكس معاها تاكيكارديا، والبري سينكوب عاده معاها براديكارديا.
it's sometimes difficult لكن both are benign. البانيك اتاكس عادة مع تاكيكارديا والبريسنكوب مع برادي ف this might be the clue. نشكرك يا دكتورة رانيا بصراحة محاضرة جميلة ودسكشن أجمل. Thank you so much. إن شاء الله هننتقل دلوقتي للنكست ويبينار اللي هنقدم بروفيسور سحر الشدودي بروفيسور اوف كارديولوجي هيد اند كونستراكتور اوف ستراكشر هارت ديزيز ان تانتا يونيفرسيتي هير توك از اباوت بي اف او دايليما. اتفضلي يا دكتوره سحر وشرفنا وجودي معاكي النهارده. أخير على حضراتكم جميعا. مساء الخير يا دكتورة منى، ازاي حضرتك؟ الشرف كله ليا الحقيقه في وجودي مع حضراتكم. مش عارفه حضراتكم شايفيني او سامعيني، لان انا حاسه ان في عندي مشكله في التواصل. حضراتكم سامعيني؟ احنا شايفينك وسامعينك كويس قوي، منوره الشاشه جدا يعني. انا مش شايفاني. انا فخوره وسعيده وحاسه ان ربنا بيحبني ان انا اتجمعت مع الاودينس عمالين يزيد والله يعني، والاسئله كتيره جدا. اتفضلي حضرتك. يا رب. الحقيقه انا هبدا اتشير سكرين واتكلم مع حضراتكم. كده حضراتكم شايفين السكرين بتاعي؟ طبعا. تمام. احنا هنتكلم الحقيقه النهارده على very hot topics، على البيتنت فورامين اوفال باسئلته بالمشاكل المحاطه بيه كلها. انا بس قبل ما ابدا التوك عايزه اقول ان البيتنت فورامين اوفال احنا هنتعامل معاه من ناحيه الاناتومي، وعايزين اصلح ارجي ومهم قوي ان هو مش ديزيز لينكد فور ادلتس. وخلينا نشوف بقى في واحنا بنشوف السلايدز مع بعض هنوصل لهذه الفكره ازاي. زي ما احنا شايفين كده، وربنا خلق سبحانه وتعالى الانتر اتريال سيبتم اوف سيبتم سكندم اند سيبتم بريميوم. المنطقه اللي ما بين هذه التو بوردرز اوف ذا سيبتم سكندم هي دي الفوسا اوفالس. السيبتم بريميوم بيلتحم تماما from the intrauterine life intraposteriorly مع السيبتم سكندم، وبيتساب مفتوح بصفه دايما برضو انتراترين على الموست انترو سوبيريور. التقائهم مع بعض الانترو سوبيريورلي بيبقى مفتوح زي ما احنا شايفين من هنا كده. دي الفوسا اوفالس، ده السيبتم بريميوم. السراوندينج او الليمبس حوالين الفوسا اوفالس ده معمول بالسيبتم سكندم. انترو بوستيريور اول اراوند المنطقه دي كومبليتلي ادهرنت فروم ذا انتراترين لايف، ولكن انترو سوبيريور هنا اهوت، هنا في المنطقه دي في سبيس ما بين السيبتوم بريميوم والسيبتوم سكندم. لما نبص عليها انتراترين زي ما قلنا ده السيبتوم سكندم المنطقتين دول، وده السيبتوم بريميوم، هنلاقي ان هنا انترو سوبيريور مفتوحه، السيبتوم بريميوم مفصول عن السيبتوم سكندم، وده لحكمه الله سبحانه وتعالى عشان الفيتر سيركيليشن، علشان الدم اللي جاي مثرولز من الرايت اتريوم انتو ذا ليفت اتريوم. طيب ايه اللي هيحصل بقى افتر بيرث؟ افتر بيرث كل السيستميك فينوس ريتار ما عادش محتاج انه يعدي من الرايت اتريوم على الرايت فنتركل، هيروح كله جوه الرايت فنتركل، هيطلع يدخل بالميري ارتري بالميري فين. ان ريسبونس هيحصل انكريس في البالماري فينوس ريتيرن. نرجع للصوره دي تاني. طيب لما البالماري فينوس ريتيرن يرجع تاني جوه الليفت اتريوم هيحصل بالتبعيه انكريس ان ذا ليفت اتريال بريشر، ويحصل فانكشنال كلوجر للفورامين اوفالي. ده اذا الفانكشنال كلوجر مع الوقت هيتقفل. الحقيقه يتقفل امتى بالظبط اكشلي از نوت ريتن، مهيش مكتوبة بوضوح في أي حتة في الدنيا. وبالتالي مهم جدا أنا لما يجيلي نيونيتس إنفنت في العيادة ولاقي إن عنده بيتنت فورمون أوفال، ما ينفعش لا إما أفهم الأم إن ده باثولوجي and I should follow، ولا كمان أطمنها تماما وأنهي القضية وكأني ما شفتش حاجة. I should write in the report I have found a patent form of oval. Normally في الايجي ده هلاقي فيه left to right shunt. الحقيقة هو مش true left to right shunt، هو passage of a blood around the flap from the left atrium into the right atrium. فبنقول على الـ فنكتب ايه في report؟ نكتب it's an average variant for this age group. According لشكل الـ PFO ولل size بتاع الـ PFO زي ما هنشوف مع بعض في next slides، أنا هيطلع مني كلمة للأم إما خلاص ابنك كويس أو بنتك كويسة مع السلامة ما عنديش مشكلة، حضرتك ما تجيش تعملي إيكو تاني، أو
لا والله ده انا عندي average variant في هذا الطفل وانا محتاجة اتابعه تاني within 6 months قريب. اذا احنا بنتكلم على normal finding في intrauterine life المتوقع ليها انه يحصل permanent closure نسبة 34% من بتفضل مفتوحة من سنة up to 9 years and up to 20 years in adults population. انا ممكن الاقي الـ PFO ده مفتوح. تاني هنرجع نقول هو مفتوح منين وازاي. ده السيكتوم بريميوم، ده الفتحة الانترو سوبيريور لاين، ده هي دي المنطقة اللي انا مستنية انه يحصل فيها من عند الله سبحانه وتعالى البيرمننت ادهيجن ثرو لايف افتر كيرز. طيب نيجي نتكلم هنا كده تاني. ادي السيكتوم بريميوم سراوندينج باللمبس بالسيكتوم سكندوم، هنا ده المكان المفتوح الطبيعي in the intrauterine life. تاني نبص عليها ايكو نلاقي السيكتوم سكندوم in between the fossa ovalis covered by the septum premium which is point of adherence. ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل loss of adherence or adhesion only at the most higher point at the anterosuperior line. لو ده الانتروسوبيريور line ممكن بس الحتة دي هي اللي تفك، يبقى عندي البانزر ده، ده اللي بنسميه simple pattern of patent foramen ovale اللي هو الفلاب او اللايننج ما بينهم حتة صغيرة قوي هي اللي مش لحمة. وزي ما احنا شايفين ده الليفت اتريوم وده الرايت اتريوم، المفروض ان ما يكونش فيه هنا اي دم ولا نقطة دم حمراء خالص بتعدي. وجود ان انا عندي ريد بلاد في المنطقة دي ده معناه incidence of right to left shunt. نخلينا نكمل كده مع بعض تاني. طيب ممكن بقى ما يحصلش بس بقى مش بس الادهرنس ما يحصلش عند الموست سوبيريور بوينت في الانترو سوبيريور لاين، لا ده ممكن تبقى حتة طويلة شوية بس برضو within the anterior superior line. نقوم نبدأ نشوف ما يدعى بالcomplex form of patent foramen ovale ولاقي الفلابة طويلة جدا زي ما حضراتكم شايفين هنا. انا بلف كده بشوف بغير الفريم بتاع التي اي الترانس اسوجيال ايكو بلاقي ان الفلاب فكه من اول الانتيريور عند الاورطة لحد اندرو سوبيريور عند السوبير بينكيل. ده مش بس كده، ده ممكن كمان يبقى فيه كومبليت لوس اوف فيوجن او فيلير اوف فيوجن اكروس كل الانترو سوبيريور لاين دي. في الحاله دي ما عادش بيتنت فورامن اوفال. هندخل بقى في الدايليما اللي كنا بنسال عليها في ويبينار سابق لما كنا بنتكلم على الاي اس دي، وقلنا ايه هو يعني ايه انيوريزما الاي اس دي، هو يعني ايه انيوريزما البي اف او، هو يعني ايه فلابي اي اس دي. هنبدا ندخل في الباثولوجي والمصطلحات تختلف شويه بس مش هنتعقد كتير. هنبص نلاقي المنظر اللي احنا شايفينه ده اتي بيتنت فورامن اوفال وفي ترو ديفيشنسي في السكندري سيكتوم. الست دي 25 سنه ريبريزنت جايه لي بالديفينيت كريبتوجينيك ستروك. هنبص نلاقي هنا في تيربلنس اوف فلو اكروس الاي اس دي بالرغم ان العيانه دي ما عندهاش بارمي هايبرتنشن. ده معناه ايه؟ معناه ان في رايت تو ليفت شوت انديوسد بايه؟ انديوسد بالبيتنت فورامن اوفال. لا ممكن يكون في كومبليت ادرس ما بين السيبتم بريميوم والسيبتم سكندوم ولكن انا عندي هولز في السيبتم بريميوم فينستريشنز، او تتحول الحكايه لريدندنسي وهايبر موبيليتي في السيبتم بريميوم كله فيبقى عندنا ما يدعو بالاتريال سيبتال انيوريزم. خلينا نشوف كده دي حاله من حالاتنا عملناها عندنا في جامعه طنطا، واحنا زي ما احنا شايفين في هنا كومبليت ريدندنسي في الانتر اتريال سيبتم. الريدندنسي ده في حد ذاته بيشتغل على انه باسج او سبب للرايت تو ليفت شنت. الحقيقه احنا عندنا من ضمن التولز اللي بنشكر الجامعه انها وفرتها لنا باسم القلب ان احنا عندنا المكنه بتاعه 3 دي ترانس اسوجيال ايكو بنشتغل بيها تقريبا كل حالات الانترفنشن في الاسطره دلوقتي. ومميزات ال 3 دي انه مش بس بيورينا الديفكتس، لا ده بيورينا التشو كواليفيكيشن بتاعي ده كله سيبتم بريميوم. شوف الديفرنس في خلق الله، ولكن هذه المنطقه معموله من السيبتم سكندر. طيب هو الـ PFO لازم يكون failure of adherence وبس؟ لا ده احنا ممكن نفاجأ بعيانة زي العيانة دي عيانة شفتها من حوالي 10 سنين كان عمرها 15 سنة جات لي وهي 25 سنة بتشتكي بسيفير مايجرين أورا. الستي دي كانت diagnosed على إنها enclosing spondylitis ومع الوقت
حصل هيوج دايلاتيشن في الاورتيك روت. الدايلاتيشن اوف ذا اورتيك روت ده بيكمبرس على الانتر اتريال سيبتوم وبيعمل لنا اكوايرنج او بيخلي في فوق اللي ما كانش موجود عند الست دي بقى موجود. بالاضافه ان عندها ايه؟ عندها فيري بروميننت اوستيكيان فالف زي ما حضراتكم شايفين كده، فده بيعمل ستريمينج للبلاد اكروس البي اف او. اذا احنا بنتفق على ان البي اف او ده تايبس وانواع. طيب خلاص عرفنا ان في بي اف او، هو احنا بنتكلم عليه ليه؟ وهو ليه في دايلما؟ علشان الدايلما كانت بتدور حوالين، والنقاش بيدور حوالين الكوزار ريليشن شيب اوف ذا بيتنت فورمين اوفال تو سكيميك ستروك. واحنا بنتكلم على انهي سكيميك ستروك؟ احنا بنتكلم على ستروك اللي الديفينيشن بتاعها از كريبتوجينيك ستروك، يعني ستروك احنا نوت اتريبيوتد لا الميجور ولا السمول فيسل ديزيز، ولا كمان عندي كارديك بروبلم، يعني ما ينفعش يكون عندي عيان سيفيرلي هايبرتنسيف هيوج ليفت اتريال دايليتيشن ريكيرنت اتاكس اوف اتريال فايبريليشنز وجاي لي بستروك واقول عليها كريبتوجينيك ستروك. ما ينفعش يكون عندي عيان ديفينيتلي عنده ثروم بس في ليفت اتريال ابندج بتاعته واقول عليها كريبتوجينيك ستروك. ده انا بعد ما فحصت العيان ده تماما، انا من ناحيه الكارديولوجي والدكتور زمايلنا بتوع النيورو وصلنا للديفينيشن اوف كريبتوجينيك ستروك. اذا هي اسكيميك ستروك نوت اتريبيوتد لا للسمول ولا للراجي فيزل ديزيز ولا اوف كارديوفاسكولاريك ارش. والحقيقه الكريبتوجينيك ستروك دي ما بتمثلش نسبه قليله، في 40% من كل الاسكيميك ستروكس، يعني احنا داخلين على نص الاسكيميك ستروكس اوف انون ارش وفي بوبوليشن كوايت سيريس من سن 18 لحد 50 سنة. طيب بدأت البيبرز تمشي وناس تسابورت أو البي اف او كلوجر لدرجة الرش وناس تمنع البي اف او كلوجر. في الآخر الهايبوثيسيس كانت بتقول إن البيتنت فورم الأوفال كان أكت زي كوندوي فور الثرومبس تو باس فروم زي فينس تو زي أرتيريال سيركيليشن فترافل تو زي بري. طيب معنى كده ان انا لو جالي اي عيان عنده ايفن كريبتوجينيك ستروك وانا بعمل له ايكو لقيت فيه بيتنت فورم الاوفال اي شود كلوز definitely no. العيان ده لا، كل عيان له سيناريو، كل عيان له حدوته المنفصلة تماما ولازم نعمل له risk stratification. ليه؟ لان انا لو قفلت innocent PFO يعني just innocent bystander، العيان عنده PFO بس عنده سبب تاني عمل له stroke، فانا عرضت العيان لبروسيجر و anyhow هي intervention وقفلت له PFO وانا برضو سايبة السبب الحقيقي، اذا فانا في مشكلة. اذا كل عيان لازم يتعمل له ريسك ستراتيفيكيشن. ازاي هنمسك كل عيان بعيانه؟ هشوفه من ناحيه الكلينيكال، كل ما كان يونج ابزنت اوف اثيروسكلروتيك ريسك فاكتورز هعمل له الروب سكور اللي هو طلع بعد كده وملى الدنيا ان كل عيان لازم اشوفه مش هايبرتنسيف مش سموكينج ما عندوش كوليسترول عالي عنده اي سبب اخر رافع لي الرايت اتريال بريشر. ده عيان جاي لي بكريبتوجينيك ستروك وفي هذه المواصفات، ويا سلام بقى لو كان كمان عنده concomitant DVT مثلا ثم اعمل له ايكو الاقي الكاركترايزيشن بتاعه البي اف او لا highly suspicious يا جماعه ده large بي اف او ده كاركتر بتاعته اثيال سيبتال انيوريزم العيان ده كده لا العيان ده ديفينتلي هيستفاد لو انا قفلت له البيتنت فورم الاوفر. مش هندخل كتير ونتكلم على البيبرز اللي كانت supportive واجينست البيتنت فورم الاوفر علشان حضراتكم يعني هتزهقوا، ولكن خلينا نقول ان كان في ميجور ترايلز. اول ثلاثة ترايل كان منهم مينلي او ريسبكت ترايل قالوا اتس اوكي احنا ممكن نقفل البي اف او بس مش اي بي اف او، البي اف او اللي له كومبلكس نيتشر او معاه اتريال سيبتال انيوريزم واحنا مش لاقيين سبب تاني وكمان فور سكندري بريفنشن مش برايمري بريفنشن. جت بيبرز ثانيه اللي هي الكلوز والجوري ريدوس ستادي قالوا لا احنا هنقفل اي بي اف او بس برضه فور سكندري بريفنشن. قوم في United States جمعوا الخمسة بيبر دول وعملوا level 5 level meta analysis من الخمسة study دول وقالوا لا احنا هنقفل اي PFO الاناتومي بتاعه والباثوفيسيولوجي بتاعه بيقول انه كان induced cryptogenic stroke. ومن هنا بدأت تاخد ال PFO and pleaser occluder اخذ ال FG approved. الروب سكور احنا اتكلمنا عليه، الروب سكور اللي احنا قلنا ان احنا بنفحص العيان كلينيكلي علشان اتاكد ان الكريبتوجينيك ستروك اللي عنده الكالبريت ليجن اللي فيها كان البي اف او لانه كوايت ريسكي وكوايت غلط ان انا اقفل بي اف او سمبلي في ديفينيشن لو لذيذ كده لو هو جاست انسنت باي ستاندر، يعني عيان عنده بي اف او بس مش هي المشكله مش هي اللي عامله له الكريبتوجينيك ستروك.
اللي نصر الكلوجر اوف بي اف او وين انديكيت وين انديكيتد ايفن از ا برايمري بريفنشن اليوروبيان بوزيشن بيبر اللي اتنشرت في اواخر 2018 2019 وقالت ان البي اف او ديفينتلي بالاناتوميكال فيتشرز بتاعته كود بوتنشال بريديسبوز اور بريسيبيتيت للبارادوكسيكال امبوليزم وشجعوا على البي اف او كلوجر وقالوا انه ديفينتلي سوبيريور عن الميديكال تريتمنت. طيب هنختار عياننا ازاي؟ احنا انا بقى في البي اف او من 2013 2014 كنت بفاجئ بهجوم شديد جدا بس ديفينتلي كنت مؤمنه بيه لاني من وقتها والى الان حتى بعد الاوروبيان بوزيشن بيبر ما شجعت الناس على قفل البي اف او العيان ده لازم يخضع لميتيكولس ميتيكولس ستادي. احنا اتفقنا ان العيان خلاص احنا اتفقنا انها كريبتوجينيك ستروك اذا هي امبوليك ستروك كورتيكال ستروك اوف انون اوريجين العيان لازم يتعمل له كاروتيد دوبلكس لازم الاي سي جي از هايلي امبورتنت الهيستوري من العيان واحنا بنسمعه مهم جدا لان انا لازم ايفن اعمل له هولتر مونيتورنج علشان اتاكد العيان ده ما عندوش اتاكس اوف اتريال فايبريليشن ات مي هابن. اذا انا لازم بكل الكلينيكال واللابوراتوري انفستيجيشنز اعمل عشان اوصل ان البي اف او هو الكالبريت ليش. خلاص طيب هنبدا بقى نعمل العيان ده ميتيكولس ترانس اسفجيال ايكو ستادي وترانس كرانيال دوبلر. انا بعمل في كل العيانين الاثنين الترانس اسفجيال والترانس كرانيال دوبلر مفيش حد فيهم بالنسبه لي لاي عيان سوبيريور ولازم نتحد يتحدوا مع بعض في وصف خطوره البي اف او تو انديوس هذه الستروك. خلينا نشوف كده عيان بعيان بسرعه علشان ما تنسهقش من الكلام النظري. زي ما احنا شايفين ده ترانس اسوجيال ايكو للي مش بيشتغلوا او يعني مش احنا ده انا دايما بقول الايكو مش سحر ولا حاجه هو ريبورت بيوصف الاناتومي بتاع العيان ولازم حضرتك لما تبعت لي او لغيري ايكو ريبورت لازم حضرتك تقتنع بيه ويتماشى مع الكلينيكال بتاع العيان. زي ما احنا شايفين هنا انا عندي الطانل مفتوحه تماما الريد فليم اللي معدي ده معناه رايت وليفت شنط. نيجي نحقن اجيتيتد سلايم في العيان بنلاقي سيفير ده كمان كان بيعدي في الحاله دي البنت دي 17 سنه هيوج سبونتينيوس كونتراست بيعدي رقم مهول من البابلز فروم ذا رايت تو ليفت ايفن حتى من غير ستريننج. طيب انا بقيت مقتنعه ان العيانه دي بوزيتيف بالترانس اسوفجيال ايكو ان البي اف او بتاعها كالبريت ليجن وهو اللي عمل لها الستروك. هرجع ابعتها لزمايلنا مهم قوي تاني ان احنا ده تكنيكال بوينتس ان انا هقيس قلبي فوق ازاي هو صغير ولا كبير. الكلمه اللي بنسمعها كتير دي احنا يا جماعه ما بنقيس ديفكت اذا نوتن ايس دي انا عندي تيشو انا بقيس الكفرنج فلاب ما بين البريميوم والسكندم هي دي المنطقه اللي انا بقول عليها ده التانل لينس بتاعي اللي هاخد عليه قرار ويتش ديفايس ات ويتش سايز اللي هو مش موضوعنا قوي النهارده. الترانس كرينيال دوبلر بينعمل بزملائنا بتوع النيورولوجي عندنا في جامعه طنطا الحقيقه دي هايلين وساعدوني وحببوني في هذه الاستادي لهم كل شكر مني. بيقيسوا كميه الرايت تو ليفت شنط في الميدل سيريبرال ارتري بالترانس كرينيال دوبلر وبيعدوه هم الترانس كرينيال دوبلر از مور ايفن سنسيتيف عن الترانس اسوجيال ايكو وبيعدوا في الحاله دي اللي احنا لسه شايفين الترانس اسوجيال ايكو بتاعها البنت دي كان عندها اراوند جريد 3 رايت تو ليفت شنط واول ما عملت شويه سترين اتحول لما يدعى بالكارتين اللي هم ما بقوش قادرين يعدوا كميه المايكرو امبوليك سيجنال اللي بتعدي من الرايت تو ليفت شنط. التكنيكال بروبلم نقفل البي اف او ازاي ومقاساته ما اعتقدش ان هو يعني الوقت هيستوعبه قوي النهارده ولكن مساله مهمه قوي ان زي ما احنا ما شفنا كده قبل كده ان هو احنا بنقفل التانل في تيشو ان بتوين فسهل جدا التريكه بتاعت ان التو ديسكس يبقوا محشورين وذن ذا تانل فلازم نكون حريصين جدا واحنا قبل ما نفك الديفايس زي ما احنا شايفين هنا هو يبدو وكانه كويس ولكن احساسي بايدي ان هو ما كانش حلو فلما حقنت كان واضح جدا ان ستيل في رايت تو ليفت شنط اكروس الديفايس بنعمل ايه بنسحبه ونفكه او نزقه تاني ونرجع نركبه علشان نتاكد زي ما بنقول كده الشمال شمال واليمين يمين وبحقن ضروري في حالات البي فو او يعني انا بحب اعمل كده علشان اتاكد زي ما احنا شايفين ده الرايت ديسك وده الليفت اتريال ديسك ومفيش ايفن سبيل اوف داي بتعدي فروم ذا رايت اتريوم تو ذا ليفت اتريوم وان بتوين ده الانتر اتريال سيلز.
فولو اب للعيان ازاي؟ بنتاكد انه تاني بالترانس اوسوجيال ايكو انه ما عادش في حاجه بتعدي فروم ذا رايت تو ذا ليفت من رايت ايتريوم تو ذا ليفت ايتريوم، وبنعيد كمان الترانس كرينيال لوفر زي ما شايفينها بيبقى الجروب كله بيبقى هايلي ساتسفايد ان ما عادش في ايفيدنس اوف رايت ليفت شانت. احيانا بقى بتيجي العيان اللي في الجريزو اللي هو العيان عيانه زي دي كانت جايه لنا فيري تايني بيتنت فورم اوفال فيري تايني بيتنت فورم اوفال، وانا مش مقتنعه ان البي او صغير ده كده اللي حصل ريكارنت شايفه اسلوب الصوت واضح الصوت واضح صوت وحش قوي دكتوره صح مش عارفه انا كان كده واضح يا فندم اه كده واضح كده واضح اتفضلي تمام فبالرغم ان هو كان صغير ولكن في وجود سكند دكتوره صح الصوره راحت برضو حتى الصوره حتى الفيديو حتى الفيديو راح دكتور وسيم حضرتك معانا كده أيوه. رجعت تاني اوكي اتفضلي طيب اتفضلي بنقفل لها البيتنت فورم اوفال بتاعها قفلناه بسمول بي اف او ديفايس وبنعمل فولو اب للشغل بتاعنا برضو مهم قوي يا جماعه ان احنا نعمل سايزنج ونختار البي اف او ديفايس لان الكومن اللي احنا بنسمعه بي اف او 18 بي اف او 25 يمكن هو مش موضوعنا قوي النهارده احنا هنختار المقاسات على اساس ايه الوقت عمره ما هيقضي بس انا واحنا بنقفل البي اف او عايزين نخرج تماما من الايرا بتاعت وممكن يحصل ايروجن من الديفايس ده المفترض انه ما يحصلش اي ايروجن ولا نقلق منه ليه لان احنا عندنا بروتكشن بالسكندري سيستم انا بقفل فلاب كانه بعمل لهم بحقق الادهيجنز الذي لم يحدث لوحده بعمل كاني بعمل ساندويتش للتو فلابس ويز ايتش اذر وذاوت ملمس السكندري سيستم وبرده بنفولو العيانه دي بالترانس كرينيال دوج خلينا نشوف بقى احنا قلنا في اول الاستدي في اول المحاضره ان سنات ديزيز اوف ادلتس زي ما احنا شايفين هنا خلينا نشوف ده طفل عنده 10 سنين ريبريزنتد ويز كريبتوجينيك ستروك زي ما احنا شايفين هيوج انيوريزم اكسسيف موشن ايه خواصها اولا هي اكسسيف موشن زي ما حضراتكم شايفين كده ثانيا محاوطه بسيفير سيكندري السيكندري سيستم بتاعه فيري سيك ثالثا انا عندي فيري ويل ديفلوبد او فيري ريدندنت استيكيان فالف ده طفل 10 سنين ريبريزنتد بكريبتوجينيك ستروك والايتيولوجي بتاعها هو البيتنت فورم الاوفال خلينا نشوف كده مع الاجيتيشن لان احنا ما اعتقدش ان في داوت ان البي اف او هو السبب في الكريبتوجينيك ستروك بس احنا بقى ما عادش ينفع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده انه يتقفل بسمبل بي اف او ديفايس ده اتقفل بكريبريفورم ديفايس اللي هو ده بيجي من يعني مش هندخل في الشركات او في المقاسات وفي اختلافها النهارده ولكن مهم جدا ان احنا بنقفل مش كل بي اف او هيتقفل ببي اف او ديفايس ولا بالريجولار اي سي دي ديفايس ده الفولو اب للطفل ده زي ما احنا شايفين السيبتوم الانيوريزما السيبتوم ساندويتش ما بين التو ديسكس ويز نو ريزيدوال فلو السؤال اللي بيتسأل كتير بقى هو ده نسميه ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده هو ده انيوريزما الاي سي دي ولا ده فريستريشنز ولا ده ايه ده انيوريزما الاي اس انيوريزما فريستريتد اي اس دي وذ ا بيتنت فورم اوفال وده السبب ان برضو دي سيده عندها 35 سنه ريبريزنتد بكريبتوجينيك ستروك كده شايفين كميه الرايت وليفت شنط هنا huge amount of right to left shunt وكان مهم جدا في العيانين اللي عنده ماتش فينستريشن ده ان احنا نعدي من البيج هول قبل ما نحط الديفايس ومن هنا بيجي دور ال 3 دي ترانس اوسوجيال ايكو من ضمن الكومبلكس باترن او الكومبلكس فورم بتاع البيتنت فورم الاوفال ان احنا يكون حتى لو البي اف او صغير فاحنا عندنا فيري بروميننت ايستيكيان فال اند ريدندنت فده بيدايركت الفلو من الاي في سي للبي اف او للليفت اتريوم وده برده كان ولد عنده 12 سنه ريبريزنتد باي ستروك
مهم جدا ان احنا واحنا بنشتغل ان احنا نجنب اليوستيكيان فالف عن بقيه البروسيجر عشان ما نخشش في مشاكل وجود اليوستيكيان او الانتانجلمنت بتاعه مع الديفايس واللونج شيس بتاعنا. فبنجنب اليوستيكيان فالف على جنب وبنقفل بالديفايس ويعني غالبا ان شاء الله المساله تعدي بنجاح. مثال تاني على الكومبلكس باترن اوف بيتنت فورامين اوفال اسمها فيري فيري لونج تانل زي ما احنا شايفين، والبرزنتيشن برضو بتاعته كان كريبتوجينيك ستروك. اذا فالكومن شايفين حضراتكم قد ايه هو طويل، واخد من اول الاورطه لحد السوبير فينا كيفا. كل ما زاد السايز او الكومبلكسيتي اوف ذا بيتنت فورامين اوفال كل ما كان حجم المشكله او حجم المشكله او الكريبتوجينيك ستروك اوضح واكثر وضوحا. شايفين كميه اجيتيشن من الاجيتيتد سلايم بتعدي سبونتينيسلي حتى من غير ما اعمل سترين، بتعدي اوتوماتيك اكروس البي اف او من الرايت اتريوم للليفت اتريوم. وبرضه بنأكد تاني ان الانيوريزما الديفكس غالبا ما بتتقفل او بيفضل انها تتقفل بالكريبريفورم ديفايسز زي ما احنا شايفين هنا. وبحقن عشان اتاكد ان الفلو كله within the right atrium وما عادش عندي spill of dye بتعدي جوه left atrium. التيك هوم مسج بتاعتي ان انا عايزه نتاكد ان P4O could be considered at the back door to the brain and can induce stroke in selected situations. مهمة قوي don't rush again ان احنا نقفل كل البي اف اوز اللي تتعارض علينا. كل عيان له سيناريو المتكلة selection من للكانديدتس اللي هم فعلا عندهم البي اف او considered as a culprit etiology for induction of cryptogenic stroke. ان احنا ناخد تو تولز الترانس اوسوجال ايكو والترانس كرينيال دوبلر، ده بيزود السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعت اختيارنا للعيان اللي فعلا هيستفاد. مهم جدا ان احنا نشوف شكل ندرس ونشوف شكل ومقاس البيتنت فورامين اوفال وبالتالي اماتش له الديفايس اللي يناسبه. دي الحاجات اللي احنا نشرناها في اكراس البي اف او. احنا كان لينا بوستر برزنتيشن اتقبل في البيكس سنه 2015، نشرنا في الكارديولوجي سنه 2019 مانجمنت اوف بيشنتس ويز بيتنت فورامين اوفال اند كريبتوجينيك ستروك، واخيرا اندر بريس دلوقتي لونج تيرم فولو اب داتا بوست بيركتينيوس بي اف اوكلوجر ان شاء الله في الكلينيكال كارديولوجي. وانا متشكره جدا على حسن استماع حضراتكم وارجو ان انا ما اكونش اطلت عليكم. شكرا. Thank you so much دكتورة سحر، بصراحة يعني very illustrative talk. الفيديوز بتاعت حضرتك والإيكوز يعني رائعة 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 وموضوع very interesting بصراحة يعني، ومهم جدا لكل pediatricians و cardiologists. نبتدي نسأل حضرتك شوية أسئلة كده. احنا انا كنت عاوز اسال حضرتك الانسيدنس بتاعت الكريبتوجينيك ستروكس في الاطفال، تعرفي قد ايه؟ الحقيقه دكتوره منى البي اف او لانه دخل فتره طويله جدا في ديبيت بتاع نقفل ولا ما نقفلش، ما انا ما قريتش الانسيدنس اوف كريبتوجينيك ستروك في التشيلدرن induced by PFO، ولكن الاستادي اللي عملت عليهم طلعت انه حوالي 25% من الشيلدرن represented by cryptogenic stroke in response to PFO in comparison ان الانسيدنس ده بيوصل ل 40% في الادلتس. حضرتك الدكتور حاتم شكري والدكتورة إيمان حسن والدكتورة أسامة هنجل والدكتورة أميرة عايزين بشكروا حضرتك بيقولك very illustrative talk. شكرا يا فندم على ذوق حضراتكم. وفي دكتورة بتسأل when to say PFO and when to say ASD. دي اللي يمكن كانت رابعة أو خمس سلايدز عرضناها. هو الداوت هيجي منين؟ الداوت هيجي لو أنا لقيت الباترن بتاع أنيوريزما ASD، يعني أنا حاسة إن في فلاب أو تيشو اسمه membranous in nature in between the two borders of the septum secundum وغالبا بيبقى فيهم fenestrations، ونبدأ بقى نقول هو ده أنيوريزما ASD ولا ده ASD with a patent foramen ovale. لو حطينا color doppler ولقينا ان الفلو definitely completely left to right shunt خلاص ده ASD. لكن لو لقيت فيه turbulence او evidence او color doppler احمر اللي هو right to left shunt، اذا هو ASD with
with patent from Novae. دكتور مجدي منسي دكتور سحر دكتور مجدي محمود بيقول لك very nice illustrative talks لكل المحاضرات وبعدين ان في حد بيسال how blood passes from right to left atrium against gradient حضرتك جاوبتي برضه على السؤال ده تحبي تقولي تاني هو انا هقول حاجه هو actually في نقطتين هو left atrium و right atrium there is no pressure gradient فعشان كده احنا بنقول في الاي سي دي it's a free shunt واللي بيعدي ولكن ما دام ما فيش pulmonary hypertension فالشنط في left to right by the effect of the right ventricular compliance لكن البي اف او زي ما قلنا في اول سلايد عرضتها عشان كده انا عرضت اللي هو الجام البواب موجود على جوه الليفت اتريوم الفلاج جوه الليفت اتريوم فلو حصل انكريز في الانفرايت اتريال بريشر الفتحه هتفتح والدم اوبليجاتوري هيعدي فروم ذا رايت اتريوم تو ذا ليفت اتريوم اند ذا ريفرس دكتور برضو صلاح بيسال بيشكر حضرتك هاو اولد ذا يونجست بيشنت يو هاد كلوز هيز بي اف او 8 سنين وباكد تاني ان يعني احنا علشان كده انا عرضت افلام اكتر ما اتكلمت على البيبرز ويمكن عملت سكيب لكل الهيستوري بتاع why we are against the PFO خلينا ندرس كل عيان بعيان خلينا نسمع العيان الهيستوري بتاعه كويس اشوف الكلينيكال بروفايل بتاعه اعمل اكسكلوجن اتاكد يعني لو رتبنا افكارنا هنقول اول حاجه اتاكد ان العيان ده كريبتوجينيك ستروك يعني هي ستروك ملهاش etiology we don't know it's etiology وهي embolic in nature نبدأ خلاص عملت العيان كل حاجة أنا مش عارفة لها سبب وظهر عندي وجود الـ patent form in oval أبدأ بقى أفحص الـ PFO ده في حد ذاته هو لوحده as a culprit lesion أخذ مواصفاته أشوف كمية الـ right to left shunt اللي بتحصل through this PFO أشوف المورفولوجي بتاعه يعني تاني نتأكد خلاص تأكدنا أنه pathology خلاص نقفله مش هندخل في الديبيت بتاع لا مش هقفله علشان هو صغير انا مش هقفله علشان البيبرز بتقول secondary prevention انا مش هقفله علشان انا حدي للعيان فرصة ان انا مشي على oral anticoagulant وتابعه طب ليه؟ طب ما احنا نفحصه حلو نفس الجملة اللي قالتها رانيا في محاضرتها الرائعة من شوية be meticulous ضيع شوية وقت فحص العيان من A to Z من اول الهيستوري بتاعه لحد اصعب حاجة في فحوصاته تأكدت ان البي اف او ده كالبريت ليجن كان انديوس ستروك اقفله ثانك يو دكتوره سحر ودكتور مجدي محمد بيسال حضرتك ايه هو روب سكور وايه الكرايتيريا ان اوف هاي ريسك بي اف او ماشي فن روب سكور ده سكور انعمل الحقيقه انا بقول ان اي حد كان بيقفل البي اف او قبل ما يطلع الروب سكور كان بيطبق اكشوالي الروب سكور يعني ايه يعني تاني انا عايزه اوصل من دراستي الكلينيكيه لهذا المريض انه ما عندوش مشكله عملت له هذه الكريبتوجينيك ستروك غير البي اف او يعني العيان ده مش هايبرتنسيف العيان ده مش سموكينج العيان ده ما عندوش ميجور فيسل ديزيز العيان ده ما عندوش ارتيريوسكلروزيس كل الحاجات دي طالعه لي نيجاتيف 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 ما عنديش اي سبب يبين انها قد تكون هي السبب في الكريبتوجينيك ستروك بتاعه العيان خلاص يبقى انا كده رسيت على البي اف او البي اف او اللي سؤال فور اتس امتى يبقى كومبلكس بي اف او لا هاي ريسك حضرتك الهاي ريسك بي اف او هو الكومبلكس بي اف او اللي هو ايه لو هو سمول تانل والاوفرلاب ما بين السيبتم بريميوم والسيبتم سكندم حاجه بتاعه 3 4 مللي ده سامبل بي اف او وستيل كاري ذا ريسك بس مش هايلي ريسكي لكن لو انا لقيته انيوريزما لينيتشر لو انا لقيت حواليه 6 سكند ريست لو انا لقيته هايبر موبايل لو انا لقيت معاه ايوستيكيان فالف كبير عامل لي ستريمينج للفلو من الاي في سي اكروس البي اف او زي ما عرضنا ده غير الريسك بي اف او كنت عاوزه اسال حضرتك انا كل الاطفال اللي تيم عندهم كريبتوجينيك ستروك كان عندهم ايوستيكيان تيوب ولا لا لا يا فندم مش ولكن لا مش شرط ولكن وجود الايوستيكيان فالف ريدندنت هم كل الناس عندها ايوستيكيان فالف ولكن اللي عندهم ريدندنت ايوستيكيان فالف ناطط لحد ما يوصل كلوز للبي اف او واحيانا زي الحاله اللي عرضناها كده ده برولابس اكراس البي اف او بيوصل جوه الليفت اتريوم فده لوحده كارثه لان هو لوحده بيستريم البلاد من الاي في سي جوه الليفت اتريوم بيزود الريسك
بيزود الاجريسيفنس بتاع الاماونت اوف رايت تو ليفت شنط. دكتوره منى السيد بشكر حضرتك. شكر كتير قوي يعني انا بفوت برضو. دكتوره فاطمه طه بيقول لك تقول لك فيري نايس برزنتيشن، الناس كلها بتشكر الصراحه. حقيقه والله حضراتكم اللي ذوق وانا اللي شكر. لا ات واز فيري نايس برزنتيشن على فكره، ويعني وموضوع مهم جدا. في دكتوره سناء محمود بتسال حضرتك هاو اوفن دو يو سي منتال الرجي افتر كلوجر ويز امبلزر ان تشيلدرن. الحقيقة أنا ما شفتش غير حالة واحدة ريكوردد عندنا في وكانت دكتورة فاطمة أبو سعود مدرس معنا في الاسم وربنا يرجعها بالسلامة. اكتشفنا حالة واحدة نيكل ألرجي وما كانش بعد الأمبلاتزر، كان ديفايس التشاينيز ديفايس. الحقيقة أنا مش يعني ما شفتش ما اقدرش اقول انا مقتنعه ولا مش مقتنعه بالنيكل الرجي، بس انا ما عنديش كم هايل من الحالات. اونلي وان كيس اللي احنا عملنا لها ريكورد وتاكدنا ان دي نيكل الرجي بوست ديفايس امبلانتيشن. دكتوره سوما قمر بتشكر حضرتك برضو على البرزنتيشن. هو الشكر بجد كتير قوي. وفي دكتور بيسال حضرتك ان بريزنس اوف كور ترايتوم Dexter non-obstructive type. Did you recommend surgical PFO closure or we can try a device closure? حضرتك عندك باثولوجي، حضرتك عندك كورترياتري، فهو كده هيروح الجراحة والجراح هيشتغل most probably through the intra-atrial septum. فدي مش حالة أساساً هتتعرض للسيرجري ليا في الديفايس. ولكن بقى خليني اقول لحضرتك السؤال بشكل تاني لو حضرتك سمحت لي. خليني اقول ايه هو السيبتال باوش يفرق عن البي اف او؟ هو العيان اللي عنده سبايرال سيبتم وفي بي اف او انا اقدر اقفله؟ هي دي الحته بس اللي فيها ديبيت. سيبتال باوش ده باوش جوه كانه ثيكنينج في الانتر اتريال سيبتم انتو ذا ليفت اتريال. ده مش هعمله حاجه، ماليش دعوه بيه. كل الدوشه بتاعته بتحصل ودين ذا ليفت اتريال قد يتعرض لأريزميز، لكن السبايرال سيبتم بقى هو ده اللي قد يختلط علينا مع الكورتر اتريوم. السبايرال سيبتم الديبيت بتاعي فيه، والحقيقه لان انا شفت الحالات دي وانا يعني شفت حاله بالمنظر ده وانا في سان دوناتو، وبعد ما رجعنا مصر عندنا حالتين مسجلينهم وان شاء الله يعني يا رب بس هذه الغمه تروح ونقدر ننشر ونتناقش في الكلام ده. السبايرال سيبتم هو ده التركه الخادعه الرهيبه اللي احنا بنشوف definitely patent from ovary بس no way to cross from the right atrium to the left atrium by your cast no way. ولا حتى السبب اللي بيحصل وكأنها تراب مخنوقة عاملة intra atrial communication يعني left atrium لوحده right atrium لوحده within the septum في intra atrial communication وده بيحمل very high risk للdevice embolization لو اتحط في هذه المنطقة. لكن الكورتريا تريم ساكيس فور سيرجري، فهي الجراح يعمل كل حاجه. ثانك يو دكتوره سحر. ناخد اخر سؤال وبعدين نكمل في الاخر. هو الاسئله كتيره جدا على فكره. دكتور محمد احمد عبد الله بيشكر حضرتك very interesting topic and marvelous presentation. حضرتك can we predict stroke before it happens in PFO children؟ تمام. ده سؤال يعني رائع. انا مش بقول ان احنا didn't stick to the guidelines، مش بقول ان احنا ما نحترمش البيبرز خالص خالص خالص، ولكن انا بقول be meticulous with your patient. يعني لو الام جابت النون لحضرتك انت بتفحصه child whatever his age لو بتعمل echo لقيت impressive patent from ovary large long tunnel aneurysmal in nature thick في evidence of right to left shunt واضح حتى لو العيان ما بيشتكيش. لا الام بتقول لحضرتك انه بيجي له attacks of syncope ولا بيجي له drowsiness ولا بيجي له صداع ولا جاي لك cryptogenic stroke. ما ينفعش امشي العيان دي والام دي، هي جايه لي عشان مسؤوليتي قصاد ربنا. انا ما ينفعش اقول لها روحي it's okay ده average variant boy boy. لا ما ينفعش. انا هشرح لها الوضع وهقول لها ان ده خلق الله الطبيعي وان انا ويتنج للبيرمننت كلوجر، بس انا ما حصلوش حاجه اهو همشيه على انتي بليتلتس اتليست وهفولو العيان ده should be followed.
في another study حضرتك، وكأن انت اللي بتدي لنفسك، انت انا اللي بدي لنفسي كدكتورة الفرصة ان انا اري evaluate نفسي مع العين تاني، ابص تاني لقيته still impressive، جو اعمل بقى، ابدا اعمل transcranial doppler، اعمل transesophageal echo، خلاص pathology انت شايف pathology I will go and close it even for primary prevention. Thank you دكتورة سحر. ممكن ناخد كمان سؤال وبعد كده ننقل دكتور محمد. محمد بيشكر حضرتك وبيقول لك ممكن ندي انتي كواجلانت and we keep the PFO open without closure for patients. انا مش من السكول دي، والحقيقة هو الالجوريزم اللي احنا عرضناه حضرتك لو هو خلاص PFO ده is a culprit lesion وdefinitely هو اللي inducing هذه الستروك. يعني لو طبقنا، لو انا كبني ادم انا سحر عندي PFO وده وعمل لي ستروك وقصادي one of two options to close it or to او اكمل حياتي كلها على الانتيكو اجين definitely، وده اللي اليوروبيان بوزيشن بيبر عملته close it. ايه الريسك؟ انت هتمشي العيان على دول انتي بليتلت فور 6 مانثس وهتكيب بعد كده الانتي بليتلت. انا بمشي العيانين دول انتي بليتلت فور لايف. في حد كان بيسال حضرتك نمشي على 1 انتي بليتلت دراج ولا 2؟ دول انتي بليتلت في اول 6 مانثس، في ناس بتقول اول مانث، بس انا العيانين اللي بيجوني بكريبتوجينيك ستروك او العيانين الاولد ايج بمشيهم على دول انتي بليتلت فور 6 مانثس وبعد كده بكيب انتي بليتلت فور لايف. الحقيقه ثانك يو سو ماتش دكتوره سحر على ذس فروتفول ديسكشن، ات واز فيري ريلي نايس اند الستريتيف. وطبعا دلوقتي سموها مسكد، هنقدم الدكتورة مي حمدي السيد. الله ده ايه الهنا ده؟ دكتورة مي طبعا غنية عن التعريف، يعني she's an eminent star in pediatric cardiology. Professor مي حمدي السيد head of pediatric cardiology department, head of working group of pediatric cardiologists. Her talk today about congenital heart disease when to refer for catheter intervention. فضلي دكتورة مي. دكتورة مي معنا؟ مسيا منى، معرفش سامعني ولا لا. Can you hear me؟ طيب انا هحاول اشير سكرين و I hope it works. يعني I hope it والله works. يا ربنا معاكي، يعني اللي انت شفتيه معانا. انا هقفل الفيديو علشان يعني لو كان ممكن يعمل، انا دلوقتي قاعده في المطبخ مثلا، يعني الحته الوحيده اللي لقيت فيها ارسال. كويس والله احنا معاكي في اي حته يا دكتوره معي. طيب مفيش مشكله خالص. ماشي يا مون، اتفضلي دكتوره. حاول تشير ماي سكرين، معرفش واضح ولا لا. هو واضح، الصوت وحش قوي لسه، السكرين نوت شيرد. دكتوره سحر حضرتك ستوب سكرين. دكتوره سحر حضرتك توقفي السكرين شيرنج عشان دكتوره سحر. اقفلي وقفي سكرين شيرنج لو سمحت. لا هو في اصوات كثيره قوي. دكتوره مي سامعاني يا دكتوره مي؟ دكتوره مي شكلها كده الرساله قطع. دكتور محمد سامعك كويس يا محمد. يا دكتوره مي انا هستاذنك بس. يا دكتوره مي عامل ايه؟ انا سامع حضرتك كويس، عامل ايه؟ معلش دلوقتي هو ما حصلش شير سكرين، فممكن حضرتك بس نستاذن حضرتك لو تقولي لنا بس باي فويس كده الكونكلوجن او المسج بتاعه المحاضره بتاعتك لغايه لما نلتقي ان شاء الله بعد كده في محاضره كامله، تقولي لنا الموضوع ان ديتيلز. يعني انا بس عاوزين يعني لو في جنرال بيدياتريشن امتى يحول لحضرتك الحاله عشان يحصل لها انترفينشن، يعني في بوينتس كده، ومش هنقدر للاسف نشوف صوره حضرتك، فيكفينا ونستمتع بصوت حضرتك وانت بتقولي لنا الموضوع ده في سطور كده حضرتك، او رسائل توجهها للاطباء باذن الله. معلش يا دكتوره منى، واضح ان الدكتوره مي هو في واضح مشكله يعني في الارسال قويه عند دكتوره مي. فده حضرتك
انتوا سامعني كويس دي؟ انتوا سامعني كويس دي؟ انتوا سامعني كويس دي؟ سامعني كويس دي؟ سامعني كويس دي؟ الصوت وحش قوي يا دكتوره مايا. بصي انت حضرتك يا دكتوره مايا، انت حضرتك تو اكونت، حضرتك داخله كده. انتوا سامعيني؟ ايوه كده سامعيني. كده كويس. كده سامعين. طيب انا وقفت الاكونت بتاع الكمبيوتر عشان افتح بتاع التليفون. جميل. كده كويس. طيب. كده كويس. كده كويس. ايوه كده كويس يا منى. فيري نايس. اتفضلي دكتوره مايا. طيب. انا المحاضره بتاعتي النهارده كانت المفروض تبقى كونجنتال هارت ديزيز وان تو ريفير فور كارديك انترفنشن كاثر انترفنشنز، وده انا مش دي الموضوع المهم. الموضوع المهم is decision making in congenital heart disease. يعني the general pediatrician ايه indications، لازم يعرف ايه indications، ايه التايمينج، ايه الفولو اب انترفلز البري والبوست، اي حاجه بتتعمل في البيديتريك كارديولوجي، لانه في الاخر احنا العلاج بتاعنا از يا اما انترفنشنال يا اما سيرجيكال. ميديكال قليل ما عدا الحاجات بتاعت المايوباثيز والسينكوب. انا لازم اقول ان انا استمتعت بالتوكس اللي قبلي سحر ورانيا ودكتور علياء، طبعا زميل كفاح عمل توكس رائعه. I was hoping ان انا تشير ماي توكس لكن ده مش هينفع، انما هو ده المهم. المهم هو ايه الانديكيشنز، ايه التايمينج، وايه الفولو اب انترفلز، لانه احنا بنشوف عينين كتير قوي جايين مثلا بسمول اي اس دي بيتعمل له ايكو كل 3 شهور وهو مش محتاج ده، او بسمول في اس دي بيتعمل له ايكو كل 3 شهور برضو او شهر، ساعات كل اسبوعين، حاجات كده مش مفهومه واحنا مش محتاجينها. فانا كنت عايز اعرض اولا ايه الانترفنشنز اللي ممكن توفر. يعني انا كان عندي سلايد كده بتقول what can the interventionist offer either في النيونيتال بيريد في الانفنسي او في الشايلد. في النيونيتال بيريد طبعا عندنا حاجات اللايف سيفنج زي البالون اتش سبتاستومي، زي البي دي اي ستنتنج، زي البي دي اي ديفايس كلوجر دلوقتي، وزي البانري اتريزيا والانتكت فيرتيكال سيبتر انترفنشن، ريدي فريكوانسي بيرفوريشن، زي البالون فالفيلوبلاست اللي كريتيكال بالمري والاورتيك فالز، وزي الكوربيشن انجيوبلاست. يزيد عليهم بقى او يعني يختفي منهم في الانفنسي حاجتين اللي هم السبتوستومي والستنتنج، ويبقى الديفايس كلوجر بتاع البي دي اي والفي اس دي، وطبعا توسيع البالمري والاورتيك فالز والكوربيشن. وفي الشايلد بقى يبقى يزيد عليهم الاي اس دي، وممكن يتحط ستنتنج في الانجيوبلاست. انا عارفه صح بتحب تحط ستنتس في الصغيرين، بس انا حاجه ما بفضلهاش، واحنا عندنا ديبيت على الموضوع ده انا وهي، بس مش مهم. او نقفل بقى حاجات مثلين زي كلوجر اوف برامي اي في فيستلي، عندنا حاجات زي الراي برامي ارتي ليفت ايتال فيستلي، في ابنورمالتيز كتير قوي ده كان وي كان ديل ويز عن طريق الانترفنشن. الحاجه بس الثانيه اللي كنت عايزه اقولها انه الكلينيكال بيكتشر ده مهم جدا، وانه اهم حاجه ممكن تخلي العين يعني الواحد يسسبكت ان في كارديك ديزيز هو الكلينيكال بيكتشر. لانه مثلا في النيونيتال بيريد ممكن ديورينج الهوسبيتال ستاي لو العيان ده عنده داكت ديبندنت سيركيليشن والداكت سيستم مفتوحه ممكن يباس از نورمال، ويبقى ما فيش اي ساينس موجوده فيه خالص، والعيان يخرج، واول ما يخرج يكلمونا بعد 3 4 ايام خرج العيان سادلي كولابس سادلي ساينوز وفيري بلو، ده ممكن بيحصل. فالكلينيكال بيكتشر از امبورتنت، ان الواحد يبص على البالس اوكسيمتر مهم، واعتقد ان انتوا خدتوا محاضره عن ده، ان الواحد يبص على ساينوز تاكيبنيا التاكيكارديا البور بيرفيوجن بعد ما يكبر الولد، بعد كده نبص على الاكسرسايز توليرنس، نبص على السويتنج قد ايه بيقدر يرضع في فتره الانفنسي، بيجين ويت ولا لا، بيجي له ريبيت تشست انفكشنز ولا لا، تشايلد هود برضه اند سو اون. ده اللي كنت عايزه يعني ابوينت اوت بالذات. وكنت عايزه كمان اديكم فكره عن الانترفنشنز اللي ممكن تتعمل، يعني مثلا في النيونيتال بيريد زي السبتوستومي زي الستنتنج، وان دي حاجات ممكن تتعمل ولازم لها تايم، يعني لازم العيان يبقى ريفيرد في تايم مظبوط علشان ما يبقاش متاخر، وعلشان ما يبقاش احنا بندور البيشنت بعد شويه. ان احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجات بتبقى ان العين بيتعمل له البروسيجر بدري عن المفروض فبيحصل معاه كومبليكيشنز، زي مثلا لو اتعمل له اي اس دي كلوجر وهو عنده اقل من سنه مثلا او عنده سنه وشويه، فاسكولار كومبليكيشنز عاليه، ايروجنز عاليه، انه يبقى كومبريسنج الهارت عاليه، ان هو يبقى اكبر من الهارت عالي،
في اس دي كلوجر في الصغيرين قوي، بري ممبرنس كومبليت هير بلوك انستنس عاليه، او انه يفضل يجي لنا هو عنده 10 سنين بايزنمنجر في اس دي، ويتقال انه البيشنت اللي شافه او الدكتور اللي شافه هو صغير المتابعه متابعه 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 عندن until it's too late. دي الحاجتين اللي انا كان مفروض يبقى هايلايتد في التوك، لان ده اهم حاجه اي ثينك انه في الكير بتاع البيشنتس كونجات الهارت ديزيز. كنا هنتكلم على البي دي اي كلوجر الجديد فيه في النيونيتال بيريد، ان في ديفايسز جديده طالعه لتقفل البي دي اي في النيونيتال بيريد، وقد ايه ده يعني مهم، لانه التاخير فيها ممكن يبقى مضر للبيشنت. كنا هنتكلم على الكاركتيشنز، كنا هنتكلم على البالون اورتيك البالمونري اند ا لوت اوف ثينجز. وكان التيك هوم مسج في الاخر، انا ممكن اقراها لكم لان التوك طبعا فيها كل حاجه ان ديتيلز، وانا ممكن حتى ابعتها لك دكتور محمد تحطها على الفيسبوك. ان الكلينيكال اكزامينشن والسسبشن اكستريملي امبورتنت، سسبشن بقى من الانفانسي، حتى الواحد يبص على الفيشز، فيه اطفال بيخشوا المحضن ويخرجوا ومحدش قال لهم مثلا انهم داون سيندروم، ولا حد اكتشف انه ممكن الطفل ده يكون داون، وطبعا عنده اي في كانال بارمي هايبرتنشن، ما فيش مربنز مسموعه، فبالتالي ميست اوت، ويجي لما هو بيبقى عنده سنه او اتنين بالريفرسبل بارمي هايبرتنشن اند ذن اتس تو ليت تو دو اني ثينج. فالحاجات الصغيره دي لازم الواحد ياخد باله منها، لان ده اللي بيفرق في الكير بتاع البيشنتس بتاعت الكونجنت هارت ديزيز، وادر انا هبتدي اعمل التايملي انترفنشن في الميعاد المظبوط. انا دايما بقول اتس اباوت تايم، نوت تو ايرلي نوت تو ليت، لان تو ايرلي كارس كومبليكيشنز، تو ليت هيبقى فيها كومبليكيشنز كتيره. ان الواحد يعندستاند الاناتومي والهيمودينامكس ده مهم جدا، ان الواحد يبقى شايف البيبي ومتابعه ده مهم جدا، انه لو انا عندي سمول ديفكت اتس اوكي تو ليف ات، يعني في اس دي مثلا اف اتس سمول ديفكت اللي هو اقل من نص الاورتيك روت، او يعني عامل شنطه ليفت انتيكل نورمال ليفت اتريم نورمال، ذس از ا سيف بيشنت تو بي فولود اب افري 1 يير، وما يتعملوش حاجه خالص حتى لغايه 10 سنين، اند ذن وي كان ثينك ممكن نقفله لو كان عايز يبقى في سبورتس، لو كان عايز حدش يسمع له مورمال. ساعات انا بقفل في اس ديز فور سوشيال ريزنز، انه داخل شغله ما حدش عايز يسمع المرمر، بنت عايزه تتجوز ومش عايزه المرمر يبقى مسموع، but nothing related للباثولوجي itself، لانه هو مش عامل حاجه، like هو عامل المرمر بس، عامل المرمر فقط. it's a very small VSD، وانا عارفه ان انا لما اخش اقفله انا carry a risk of complications ولو 1-2% اللي هو هيبقى اكتر بكتير if I left it alone، لانه لو انا عملت a good prophylaxis endocarditis هيبقى خلاص. ده مهم، يعني it's safe to leave them for one year follow up، لما يكبروا ممكن بعد كل سنتين ثلاثة follow up and then if we decide to close it then. VSDs مثلا لو الواحد لقى signs زي ان في ابتدى شوية aortic regurg، then ha-refer it، وغالبا هيبقى referred لجراحة مش هيبقى referred لintervention. ASDs ما فيش اي لازمة انها تتقفل لو ما كانتش عاملة symptoms قبل سنة 3-4 سنين، قبل كده الحقيقة there is no point in closing it، لانه الفاسكولار كومبليكيشنز عاليه، الديفايس ممكن يكون كبير قوي على الطفل، لو رايت سايد كويس، لو البيبي از درايفنج، لو ما عندوش ريبيت تشست انفكشنز، لو ات از سوتبل فور كلوجر، الريكومندد تايم مثلا على 3 4 سنين. الداكتس لازم تتقفل، انا اي دونت جو تو ذا اكستريم ان انا اقفل سايلنت داكتس، بس في ناس بيليف ان السايلنت داكتس دول لازم يتقفلوا، انا ما بعملش كده الحقيقه. انا لما بشوف سايلنت داكت ومش باين فيها حاجه وتريس كده بافكار في الدبل، الحقيقه انا ما بقفلهاش، لاني بشوف ان ده مش مظبوط. في ناس الارجيومنت انه ده ممكن يعمل اندوكاردايتس، لكن انا ما شفتش ولا حاله اندوكاردايتس في 30 سنه اللي انا اشتغلته. ففي الاخر تايملي ريفيرال از امبورتنت علشان الواحد تو افويد لونج تيرم كومبليكيشنز، وذر بري او بوست انترفنشن كلوجر سيرجري وات ايفر. وده كان الـ يعني الروح بتاع التوك. I think انها كانت هتبقى مفيدة للجنرال بيديتريشنز والناس اللي بتشوف أطفال كتيرة في جنرال هوسبيتلز. و I hope انا ممكن ابعت لدكتور محمد.
انا هستاذن حضرتك ان انت هتبعتي لنا التوك باور بوينت. انا ممكن ابعتها لك على باور بوينت بس فويس بصوت حضرتك، واحنا هنرفعها على قناه. دي عايز تتسجل بقى دكتور محمد. دي عايز تتسجل حضرتك، هتضيفي بس ليها تعليق الصوت على السلايد، واحنا هنرفعها على اليوتيوب عندنا في القناه بتاع الاكاديميه ان شاء الله. وانا بشكركم تاني على الفرصه دي. يا دكتوره مي، وانا لو انا متاحه للاسئله لو في حد عنده اسئله. ده اللي انا كنت عاوز اطلبه منك، انت ما تسيبيناش وتسيبي الجروب والاساتذه. انا ليا اسئله يا دكتوره مي. اتفضلي يا دكتوره منى بس كده. اتفضلي يا دكتوره منى. ثانك يو سو ماتش على التوك، يعني حتى لو من غير سكرين بس حلوه جدا جدا. كنت عاوز اسال حضرتك المايكروفاسكولار بلاجز بتاعت البيتن داكتس بتاعتها موجوده في مصر وبتشتغلوها ولا لا؟ ووزن قد ايه؟ لا لسه مش موجوده، انما هي موجوده المفروض تشتغل اقل من 2 كيلو. المفروض ان انت تقدري تشتغليها ايكو جايدد. اتس سيمبل بروسيجر ان الواحد يخش من الفامرال فين ويعدي، مش الارتي، من الفامرال فين، لان هي العاديه بتاعتها كلها انك تخش من الفامرال فين على البالمري ارتي وبعدين تعدي الاورتا اند ذن يو بوت ذم. ده البيكولو في ناس جابت حاله واحده او اثنين، اظن في حاجه حد جاب لكم واحده عندكم، في رضا ابو العطا جاب واحده، لكن هي لسه ما ترخصتش، ما اتعمل لهاش لسه التسجيل بتاع وزاره الصحه. هتجيب نتائج احسن في البري تيرمز والاطفال اللي هم وزنهم قليل؟ هتجيب نتائج احسن في البري تيرمز احسن. احنا بنستعمل دلوقتي، لو انا هستعمل دلوقتي بستعمل اي دي او 2 اي اس اديشنال سايزز، دي صغيره ورفيعه برده، لكن البيكولو اصغر منها كمان. الاديشنال سايزز ممكن تجيب لغايه 3 كيلو، 3 كيلو وشويه، يعني دي ممكن تشتغل في الـ في الـ في الوزن ده. انما الجديده البيكل والفاسكولار بلاج الجديد ممكن ينزل لغايه 2 كيلو. لسه ما خدش ابروفل في مصر، ما يعني ما سجلوهوش لسه، ما تسعرش لسه، ومش موجود في الكوميرشال يوز. طب وكنت بسال حضرتك برضه البيركوتين تراكاسبيد فالف امبلانتيشنز بتتعمل في مصر؟ الفالكاسبيد فالف، التراكاسبيد فالف از ذا نيو فرونتير في الـ في الـ في الفالف انترفنشن. البركتينس تراكاسبيد فالف امبلانتيشن ده لازم يتعمل على اصلا تراكاسبيد فالف محطوط له رينج او محطوط له ريبير، يعني ده مش على نيتف تراكاسبيد فالف. لا مش على نيتف تراكاسبيد فالف، يعني ده لازم يكون الفالف اصلا كان معمول له مثلا باي بروستاتيك فالف، او اصلا كان معمول له رينج قبل كده، لانه ده بيتعمل له زي لما بيجوا جراحين يعملوا ماتريس نوز او بيعملوا ريبير للتراكاسبيد بيحطوا رينج على الانيولس علشان يعني تبقى موجوده. ف ده بيتحط عليها. في طرق تانية بقى للناس اللي عندهم تراكاسبيد، يعني انا مثلا اخر حاجه حضرتها اللي كان في حوالي 11 ديفايس جديده طالعين للتراكاسبيد للبقى النيتيف تراكاسبيد ريجستريشن الانيولس الواسعه قوي اللي نتيجه مثلا لو العين عنده اصلا بارميسنوزز او عنده دايليتد رايت سايد و ابتدى يجيله اسايتس وكده. في كذا حاجه، في بيحطوا فالف في الاي بي سي والاس بي سي، يعني يحط فالف في الاي بي سي وفالف في الاس بي سي بحيث ان ده يعمل كنترول على كميه البلاد، وده بيعملوه في العينين اللي بيجوا بسيفير اتايتس وديما فلو ليمس نتيجه تراكاسبيد ريجستريشن وبريشر نورمال. طبعا في ديفايسز دلوقتي بتتعمل انها بتدكك في الكورونري ساينس، بحيث انها الكورونري ساينس ده الاناتومي بتاعه بيلف حوالين تراكاسبيد فالف، فهو ممكن يعمل بلاكيشن للتراكاسبيد فالف. لكن الامبلانتيشن بتاع الفالف، نعم، اللي هي اللي بتخش في كورونري ساينس دي، من دي ريزلتس كويسه؟ كل ده ما فيش حاجه منهم من دي ريزلتس 100%. تراكاسبيد فالف از ا بروبلم. الوحيد اللي مدي ريزلتس مش بطاله ان هو العيان اصلا يكون عنده ريبير او محطوط رينج وبيتحط له فالف ان فالف. دول مدين شغل كويس حضرتك على فكره، مش قليله. فانا هسالك كده 3-4 اسئله تاني. عايزين تناموا الباقي الناس ولا ايه الاخبار يا دكتور محمد؟ لا زي ما تحبوا انتوا، انا تحت امركم. في دكتوره انتوا كلكم حطوا اسئله كتير، فانا ما عملتش المحاضره اتليست تابع كان عصر كويس. دكتوره دعاء حجازي بتقول thank you so much for the nice talk. A colleague has 16 years old boy who had stent for coarctation of the aorta. Now he has high D-dimer 1600. What should we do? No symptoms. D-dimer was done for suspicion of corona. ايه رأي حضرتك يعملوا ايه؟ ده لقيت عنده كورونا يعمل بي سي ار. لا ما هو عمل بي سي ار طلعت نيجاتيف. طلعت نيجاتيف في D-dimer بتاعه عالي 1600، في الغالب يعيدها تاني لان هي يعيدها تاني طبعا، لان هي ملهاش يعني هي ملهاش علاقه بالكوارتيشن ستاندنج، يعني قصدي D-dimer مش هيعلى هنا.
فهو محتاج في العيادة الغالب تاني. هو عنده كورونا فعلا. لو عنده حرارة وعنده هيطلع عنده كورونا، مش لازم بي سي ار يطلع بوزيتيف، لأن هو في فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف. يا دكتورة أميرة عثمان بتشكر كل على فكرة، بس السؤال ده بقى مهم جدا. أنا في وجهة نظري practical، لأن إحنا we are facing it now. بنشوف عيانين بعمل لهم بيبقوا كاردياك ايوه، وبي سي ار بوزيتيف نيجاتيف، والبي سي ار نيجاتيف، ودي دايمر عالي، هذا الدي دايمر عالي. دول لازم يتمشوا، دول لازم يمشوا عليه على يعني هو الريكومنديشنز دلوقتي على يعني انتي كواجلنس وزلابتو او على يعني حاجه من الحاجات النوكس الجديده. طيب العيانين دول تمشيهم بقى على انتي كواجلنس از ان اوت بيشنت، از ان اوت بيشنت، لانه هيمشي على نوك، هيمشي اورال نوك، بس دول لازم يعيدوا البي سي ار تاني، لان البوسيبيليتي ان هم يكونوا كوفيد عاليه قوي. طب انا بس كنت عاوزه اقول حاجه، ان انا لاحظت ان كل العيانين اللي شفتهم واللي سمعت عنهم كورونا عندهم ليمفوبينيا وبتزيدهم عن لازم ليمفوبينيا. انا رايي ان دي، وحتى لما اتكلموا عن العيانين ليمفوبينيا لازم يا منى، ليمفوبينيا لازم. بس عليك هي الليفل مش بقى، هم كاتبين 60%، لكن مثلا في جامعه عندنا في اسم الاطفال طلعوا 100% كل الحالات في الاطفال طلعوا عندهم ليمفوبينيا. سؤال لحضرتك تاني يا دكتوره ماي. ثانكس دكتور ماي، دكتور محمد احمد عبد الله، for your time and effort and for sharing with us this your great experience. بيسأل حضرتك BSD, ASD, PDA, are there any recommendations about measurements of the defect, weight, age, other limitations? طيب ال measurement of the defect ده بيسبب مشكلة تانية. العيان بيجي يقول انه كان ال defect كان 4 ملي وبعدين بقى 5 ملي، والعينين بيركزوا جدا على الميجرمنت اوف ذا ديفكت، وبيجوا عندهم انهيار عصبي بعد الايكو. بليز ده يعني مش المفروض يخش في الحسبه بتاعتك قوي، لانه احنا بنمجر الديفكت بيبقى ريليتد للاورتا. اولا في كذا فاكتور، واحد ان ده مانوال ميجرمنت يعني لايبل لبلس اور ماينس 1 و2 ملي، ده ما فيش حاجه. حاجه ثانيه ان الطفل بيكبر، انت كل مره بتشوف الطفل بيبقى اكبر، فبالتالي الهارت اكبر، فبالتالي الفي اس دي ممكن يبقى اكبر. انا بحب اعتمد على حاجتين، بحب اعتمد على الجريدينت بتاع الفي اس دي لو عالي ولا لا، يبقى الرايت فنتريكل بريشر بتاعي واطي. بحب اعتمد على السايز اوف ذا ليفت فنتريكل والسايز اوف ذا ليفت اتريوم. لو الاثنين كويسين، وادر بقى ديفكت كان 4 بقى 5، 4 بقى 6، ده ما يفرقش معايا قوي في الفولو اب. انا يفرق معايا ان الليفت فنتريكل كبر، ده الريد فلاج اللي عندي، او ان ابتدى يبقى فيه اورتيك ريجرش انذر ريد فلاج، او ان جريدينت واطي على الفي اس دي انذر ريد فلاج. فالميجرمنتس بقى دي مش دي القضيه. الاي اس دي بالذات الميجرمنتس بتاعته هتبقى مهمه لما يجي ميعاد قفلها، يعني لما يبقى الطفل عنده 3 أو 4 سنين وقررنا خلاص نحن هنقفل الاي اس دي. ده في ميتيكلس ميجرمنتس، وانا كنت موريها لكم في التوك، دي اللي لازم تتعمل، لانه ساعتها لازم اشوف الريمز اخبارها قد ايه، هل انا هاوفر العيان ده البوسيبيليتي او ترانس كاتر كلوجر ولا هبعته جراحه. خلاص الواحد بعد يعني hundreds of cases من الاي اس دي اللي اتعملت، I know when ان انا ابعت جراحه، وين ان انا اقول يعني ما بقاش فيه مجال للتجربه. وبعد شويه الاكسبيرينس لما بتزيد لاي حد بيبقى خلاص عارف انه يعني هو مش بيجرب عشان ديفايس يقع منه، ونسبه ان الديفايس يقع منه بتبقى قلت جدا، لانه خلاص عارف يعني تقريبا عارف. ولو وقع زي ما سحر بتقول بيبقى غالبا anatomical problem، يستيك انفالف كبيرة، منظر بتاع التانل اللي موجود، حاجات زي كده هي اللي ممكن تعمل المشاكل. إنما السايز بير سي لا، لازم الحاجات اللي تانية، لازم البريشر جريدينت، لازم البي اس دي، الليفت فنتريكل ليفت اتريوم، الدكت نفس الحكاية، الاوفر السايز بتاع الليفت سايد ايه. إنما الدكتس الحقيقة كلهم امينبل تو كلوجر، لأنه أي مكعز دكت احنا ممكن نقفله دلوقتي. سمول دكتس ممكن ياخدوا كويلز، لارجر داكس بياخدوا ديفايسز. انا قفلت، انا كان عندي تجربه في اثيوبيا، رحت مع يعني مش مع دكتور مجدي يعقوب، انا ما شفتش داكس بالاحجام دي. انا قفلت داكس 15 ملي و17 ملي و20 ملي، والغريب انه عندهمش بالمي ابريتنشن، واستعملت اي اس دي ديفايس عشان اقفل داكس. دكتور مايل الموضوع ده ازاي كده كبار قوي كده ما فيش؟ حاجه غريبه جدا يا منى، هم في التيتيود، وانا انا عمري ما شفت داكتس بالموضوع ده. والعيين عندهم هناك بينزل ديفولت بتاعه داكت، يعني تلاقي فالت وداكت، سبورتك ميمبرين داكت، مش عارفه ايه وداكت، فاهمه؟ هو عنده كلهم عندهم داكت، عندهم هاي والاحجام كبيره جدا،
وانا قفلت داكس بقى بديفايس اي اس دي 20 وفي اس دي 15، حاجات انا عمري في حياتي ما عملتها، لكن ده اداني اكسبيرينس كويس لانه فخلاص عرفت ان اي حجم داكت انا ممكن اقفله، لانه اثيوبيا دي كانت كوايت يعني اي اوبنر الحقيقه يعني. طب ما فيش تقفلي السد بده واحده بينهم دول؟ اه والنبي عليها المفروض خليني اعمل ريفيو يلاقي تسد على دماغهم ان شاء الله. ندي عليهم كلهم لولادي، ندي عليهم كلهم لولادي يا رب. يلا دكتوره ماي ناخد اخر سؤال. Would you prefer to close tortuous or complex PDA by stent ولا by surgery؟ لا انا هي بتتكلم على opening ولا closure؟ علشان التورتشوس بي دي احنا بنتكلم على stent، لانه لا الستنت مش بتقفل البي دي اي، الستنت بتفتح البي دي اي. ما هو البي دي اي مانيبيوليشن عندنا حاجتين، عندي كلوجر. كلوجر لا كلوجر كان بيدن باي 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 ديفايس. طبعا التورشوستي از نوت ا كونتر انديكيشن، لان النهارده بقى في ديفايسز لكل شكل ولون من الداكتس، وبعد الاكسبيرينس شويه الواحد بيعرف يبليس. يعني سام تايمز التورشوستي دي بيبقى فيها في الوسط كده حته مخنوقه، الواحد بيعرف يحط فيها الديفايس بتاعه والكويل بتاعه. انما لو بتتكلم على التورشوس داكت والستنت، لا التورشوس داكت والستنت دي مشكله شويه، ده دي فيها مشكله، لكن الكلوجر ما فيهاش مشكله، الاوبننج هو اللي فيه مشكله. ثانك يو دكتوره ماي فور يور فاليبل كومنتس اند يور توك. بصراحه استفدنا جدا مع ان ما فيش سلايدز، بس اي هوب ما اعرفش استفدت بيهم انا، بس يعني ثانك يو. انا استفدت يعني. ما اعرفش دكتور محمد تحب نقفل الويبينار؟ دكتور محمد ماشي؟ لا لا معاك وحضرتك. لا احنا مش عاوزين، احنا عاوزين حضرتك تشتركوا في الاسئله، يعني ندي مثلا لو ربع ساعه كده نشترك. انا ما عنديش مشكله يا دكتور محمد. يعني الاسئله توجهها للدكتوره علياء والدكتوره مي والدكتوره رانيا والدكتوره يعني سحر، كل مع بعض كده كل واحد سؤالين كنوع من البانل كده، لو ربع ساعة حتى يبقى حاجة جميلة ومفيدة للناس يعني. طب ثانية واحدة معلش بس أرجع الأسئلة تانية. دكتورة منى أنا كنت لقيت سؤال كده هوت و... وفارق معايا إن إحنا نتكلم فيه. اتفضلي دكتورة علياء. هو حد بعد بيقول أنا اشتغلت في عيادة أطفال في التأمين، بنعمل للأطفال كل 6 أشهر أنتستربتولايسن أوتيتر علشان الروماتيك أكتيفيتي. لا ده ما ينفعش. لما يبقى أقل من 400 بندي بيدو لونج أكتينج بنسلين. فبيقول نفضل كده ونوقف إمتى؟ لحد حاجة و30 سنة ولا في سن معين نوقف فيه؟ انا الحقيقه انا جبت سيره السؤال ده على فكره ده مهم قوي، ناس كتير قوي يا دكتوره علاء بيعملوا كده. هو ده المشكله الاساسيه، ان احنا في التامين الصحي ان هم قالوا لهم ان احنا هنعمل تحليل الحمى الروماتيزميه. هو تاني يا جماعه هو ما اسموش تحليل الحمى الروماتيزميه، ده تحليل الميكروبي السبحي. على فكره يا دكتوره علياء، دكتوره علياء دلوقتي انت بتهدمي موروث ثقافي مهم جدا لكل الناس. ده ما انا مش عارفه اعمل، انا كل عماله بتكلم في الثقافي يعني قصدي يا دكتوره مي. المشكله وما فيها ان احنا عندنا عيانين مالجنسي وكولاجينوزز، وبلاش العيانين بتوع سيفرز ديزيز اللي انا وريت لكم الاكس راي بتاعتهم دهيت، انا شخصت منهم كم واحد لونج اكتنج بنسلين ماشين يعني انتوا شغالين بيلفوا على ناس قد ايه. فاحنا دلوقتي لازم نكون فاهمين ان اللونج اكتنج بنسلين طلعي كونسنسس على النورمال اي اس او تي بتاع المصريين ممكن يبقى كام. انا فاكره ان حضرتك يا دكتوره علياء كنت عملت 600 وطلع فوق 500 مش كده؟ طلع 600 500 ل 600 حاجه كده انا فاكره 400. انا هم طالعين الابر ليميت 400 وكان المين 285 مش 200 زي ما المعامل بتعمل. لا ال 200 ده الادلت. ده قليل قوي. الادلت. لا ما هو 200 هم كل المعامل بتكتب لهم 200 فده بالنسبه لهم. ما هي ده الادلت، ما هم اصل المعامل مش عامله حساب ان في اطفال. ما هو الاطفال وورلد وايد بيقولوا 333، احنا حطينا 400 في مصر يعني. 400 في مصر يعني ممكن حضرتك بس يعني مثلا اعملي حديث في الجورنان،
اعملي حديث في التلفزيون، اي حاجه الموروث الثقافي ده ممكن لازم نعمل جايد لاينز ولا الروماتيك فيفر عندنا. والله احنا وحضرتك انت دكتور عليا شغاله عليه. انا بقول اهو تاني ان احنا يعني يا جماعه احنا مش بنمشي، ده مش تحليل الحمى الروماتيزميه، الحمى الروماتيزميه ملهاش تحليل. ديت از لازم اعمل كلينيكال اكزامينيشن وانفستيجيشنز واكو الثلاثه سوا، وان الانسبلايسن اوتيتر ما بديش على اساسه بس اللونج اكتنج. دكتور عليا لسه لحد بعت حالا بيقول لك كل ما يكون الانسبلايسن اوتيتر فوق 400 بنستمر ندي الحقنه، اكن احنا هو ده اللي بيشخص الروماتيك فيفر. وهو ده معلش احنا بنقول هم يا دكتوره منى ده تحليل الحمى. حضرتك مش فاهمه دكتوره منى ده تحليل الحمى، وهو علشان كده عشان كده الدكتوره رانيا حجازي قالت عليه ده مش الخرافه الثقافي ده اللي احنا عايشين فيه الحقيقه، يعني معلش خرافه احنا عايشين فيها. اه بالظبط قال لي دكتوره رانيا. انا بس سؤالي، هم العيانين اللي عندهم انسبلايسن اوتيتر دول عالي عملوا لهم اكو وشافوا قلبهم في حاجه؟ وبعدين شافوا مثلا بعديها بسنتين ثلاثه لو عملوا كده هيلاقوا انه ما فهمش حاجه. الدكتوره رانيا ليها سؤال، وات از ذا كرايتيريا اوف بورجادا سيندروم يا دكتوره رانيا؟ الحقيقه البورجادا سيندروم ده احنا بنشخصه بالاي سي جي، وهو كذا نوع، اهم نوع فيهم اللي هو تايب 1 اللي بيبقى معاه elevation في الجي بوينت. طبعا صعب الواحد يوصف الاي سي جي، لكن ممكن كنت اعرضه elevation of the جي بوينت، وبيبقى معاهم حاجه شبه بنسميها الشارك فين ساين elevation of the ST segment كمان. البروجادا ثلاث انواع اللي احنا بنشوفه في مصر هو تايب 1، تايب 2 و 3 ما بنشوفهمش خالص تقريبا. البروجادا يعتبر ثالث او رابع اهم سبب في sudden cardiac death in athletes. ان شاء الله يعني ممكن اعرض الاي سي جيات بتاعتهم في مره نتفق، لان هم والاريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبلازيا واللونج كيو تي ليهم فيري دايجنوستيك كرايتيريا اون ذا اي سي جي. لو انا يعني اتعلمت ازاي اقراهم اكيد مش همست ايفر. وده رد على سؤال حد كان بيسال مهم جدا، اكتفي بالاي سي جي ولا لا؟ There is no case of بروجاده ولا لونج كيو تي ولا اي ار في دي ولا هايبرتروفيك كارديومايوبثي ذات ويل بي ميست اون ان اي سي جي. فكل الأسباب اللي احنا قلنا عليها الفيتال causes of cardiac syncope will be caught on an ECG، بشرط ان انا اكون qualified ان انا اقرأ الECG ده. وهي دي المشكلة، ودي لما اخر الECG screening، لانه ECG screening الناس بتخاف ان انا اعمل ECG screening واللي يقرأ الECG ما يبقاش qualified ان يدي report، وبالتالي ممكن يدي a false sense of security للأثليت ده او لأي نيونيت. الECG screening ده is الإيشو اللي فيه إن لسه إلى الآن الـ computerized programs بتاعت الـ ECGs are not that accurate وthey do miss lots of diagnoses. لكن البروجادا الـ ARVD الـ long QT الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة ليها very characteristic ECG. البروجادا type 1 اللي بنشوفه في مصر mainly shark fin sign و elevation of the J point and the ST signal. حد كان بيسأل على الهولتر، هل أنا بحتاجه عشان الـ hidden arrhythmias؟ بحتاجه لو suspicious من الـ history بتاع العيان، عيان بيجي له exercise related symptoms، ECG فيه حاجة، فساعتها بضطر أعمل longer term ECG recording عشان ألقط الحاجات الانفريكوين. ساس أي حاجة بشرة مين؟ أنا بس عاوزة أقترح عليكم حاجة، مش إذا باوز تعمل إن إحنا نعمل screening لكل الأطفال اللي هم الأطفال الصغيرين نعمل ECG؟ ده بيتعمل للأسيس يا منى دلوقتي، كل الفرق الرياضية بتعمل ECGs للأبريبادي. لا يعني هتلاقي دلوقتي النوادي كلها حاجة نوت كوستي خالص، ليه ما تتعملش على كل حاجة صورية جدا اللي بتتعمل. ويا ما ناس تقول لك معلش ابعتي لي تقرير كده عشان أنا ابني عنده بطولة ومحتاج بسرعة الاتحاد. لا صح يا رانيا صح، بس في ناس بتاخدها سيريس للحقيقة، في ناس بتاخدها سيريس. واللي هياخدها سيريس هو البيدياتريشن، هو ده اللي هيطلب منه. فلو البيدياتريشنز ار اوير اوف كم الوجع القلب اللي هيوفروه على الاهالي وسادن كارديك داثز اللي بنسمعها على الاطفال الرياضه وقعوا في الملاعب، هيتوفر بان اي سي جي سكريننج. ات از فيري سمبل، بليز دو نوت جيف ميديكال ريبورتس لاطفال ان هم هيمارسوا سبورتس كومبتيتيفلي من غير ما تبقى مطمن على الاي سي جي بتاعها. يعني لو دي طلعنا منها بس بالويبينار بتاع النهارده انا هبقى الحقيقه انا شايفه كده والله. الدكتوره رانيا كمان، بصي يا دكتوره رانيا، العيانين عامه العيان بيبقى ماشي معايا انا البيدياتريشن مش بيدياتريك كارديولوجيست، ويجي يقول لي اكتبي لي تقرير، فاقول له هنعمل، وهو يكون يبقى جاي عشان سيمتومز مثلا اسهال راش ما اعرفش ايه حاجات تانية، انما كارديكلي بالسماع ما فيهوش حاجه. ليه انت مش سمعتيه؟ معلش هنحتاج اكو اي سي جي، ايه لازمتهم؟
ليه كده يا دكتوره؟ هو انت ملاحظه حاجه؟ ويتخضوا، هو في حاجه وفي مشكله؟ لا يا جماعه مفيش حاجه، بس دي الطريقه اللي احنا عندنا السنس اوف وات از رايت مش موجود، فلازم عشان ده نثبت الفكره دي كلنا نتكلم نفس اللغه، يعني كلنا نقول نفس الحاجه، لو كلنا قلنا نفس الحاجه ده هيبقى الصح بتاعنا في سؤال لك يا دكتورة علياء برضو، إن في دكتور محمد سائل child with picture of chronic tonsillitis, recurrent tummy abdomen, bottom to gout, anorexia and underweight and no signs and symptoms of rheumatic fever. Am I justified to give single dose of long acting penicillin? لو عنده tonsillitis، هو اللي عنده tonsillitis ده التونسيلايتس الروماتيك فيفر تيجي الارثرايتس اسبوعين والكارديتس شهر بعد التونسيلايتس، فاللي هو فيه ده اكيوت فوليكر تونسيلايتس لو في عنده باس وانفليم تونسيلز وليمف نودز كبيره والعيان فيفرش وعنده ابدومينال بينز. لا هو بيقول ان هو عنده كرونيك تونسيلايتس، اي دونت مي يعني مش فاهمه كرونيك قصده ايه. قصده غالبا ريكارنت اتاكس ريكارنت. خلاص هو بيقول ان هو عاوز يدي لونج اكتنج بنسلين تو بريفنت ريكارنت اتاكس اوف تونسيلايتس. في ناس بيدوها لمده 6 اشهر سمثينج اوف ذا سورت تو بريفنت. هو عاوز يدي حقنه واحده بس. لا فور ان اتاك اتس اوكي، دي من الحاجات المتعارف عليها، بس طبعا يكون في مستشفى. يس ويتعمل بس السنسيتيفيتي تيست. يا جماعه احنا بنقول سنسيتيفيتي تيست ما هواش البيرفكت، لكن ات از فيري امبورتنت فور ميديكال ليجل فاكتورز. احنا الدكاتره بيتاذوا جامد جدا ومفيش طريقه للبروتكشن، لازم يتعمل التيست. بتهيألي بقى احنا كده سهرنا الناس معانا دكتور محمد. فبشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد، الدكتورة مي، الدكتورة علياء، الدكتورة ساحر، الدكتورة رانيا، وبتهيألي نقفل السيشن بقى. دكتور محمد يعني احنا المتشكرين جدا لحضراتكم، وكنا نتمنى والله يعني نفضل اكتر من كده، الناس ما زالت معانا وان شاء الله هتشوفوا مجرد بس ما الويبينار يخلص الاف الاف من المشاهدات على الفيسبوك، وحاجة رائعة وحاجة مبشرة يعني بصراحة. بنشكركم جدا جدا. يمكن يا دكتور عليا كان حد استفسر من حضرتك عن المحاضرة وازاي يشوفها تاني، فاحنا بنبلغهم ان شاء الله بعد حوالي ساعتين ماكسيمم من انتهاء الويبينار بتكون الويبينار بالكامل متاح على اليوتيوب تشانل بتاع الاكاديمي. احنا بنشكر حضراتكم، بس قبل ما نسيب حضراتكم ولحظة تعذبنا دلوقتي متعذبين بالتكنولوجيا كويس. والله كلنا متعذبين من التكنولوجيا. لا بس فكره اليوتيوب شانل بتاعي وجبت ماي فاي وكل ده ما ينفعش برضو ان انا انقل على البلاتفورم بتاعكم، فمعلش بقى المره الجايه. لا الماتش في شهور مرات جايه ان شاء الله، والدكتوره رانيا طالما معانا يعني في وفي حاجات احنا لسه ما قلناهاش، يعني الهايبرتنشن الاي سي جي الناس متعطشه ليها دكتوره رانيا، وبيبعتوا لنا ريكوستات. طالما الاساتذه يعني مدينا من وقتهم وعلمهم وخبرتهم، يبقى ان شاء الله هنكمل مع الايجيبشن اكاديمي باذن الله. بس الاول حد يجي البيت يحل لي مشكله دكتوره مي. لا حضرتك هتيجي تقعدي معانا بقى ان شاء الله. بالظبط واقف معايا وخلاص. اسف بالظبط خلاص. هو ده يمكن كان الحل يا دكتوره، يا ريتنا عملنا مفكرناش فيه. رب انا بس عاوز انوه بس عن الاكتيفيتي خلال الاسبوع اللي احنا فيه، يعني ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي معانا يعني اول ويف في الهيماتولوجي ان شاء الله، الدكتوره الهام يسري طبعا كلهم اساتذه هيماتولوجي جامعه القاهره، الدكتوره ليلى الشريف جامعه الزقازيق، الدكتور احمد الشريف احمد درويش المنصوره، والاستاذه الدكتوره ايمان رجب جامعه عين شمس، كلهم هيشرفونا ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي في الميعاد الثابت اللي هو الساعه 9. ويوم الجمعه ان شاء الله معانا الانترناشونال نيوتريشن ويبينار، البروفيسور فاندن بلاس والدكتور مصطفى الهدهد والدكتوره مروه الديب، ان شاء الله يعني يستمتعوا او المشاهدين يستمتعوا بالويبينارز دي. كل التحيه وكل الشكر للاساتذه اللي بصراحه شرف لنا وشرف للاكاديميه والجمعيه المصريه العلميه ان انتوا تبقوا حضراتكم موجودين معانا، وربنا مش هقدر اقول لكم الا ربنا يجازيكم كل خير، ومتشكرين على تعبكم ده اللي مش هنقدر ابدا نرد هذا الجميل ولا هذا، وكل ايات الشكر لكم جميعا. متشكرين جدا. متشكرين يا دكتور محمد والله. يعني يا دكتور محمد على اللمه الجميله. شكرا. ربنا يبارك فيكم يا رب. صباح الخير.
ونشوفكم على خير يا رب. تصبحوا على خير. استاذتنا حضراتكم على خير. يا دكتوره سحر كنت وحشانا. باي باي دكتوره عليا. باي باي دكتوره باي باي تصبحوا على خير. عندي فرصه اشوف الناس برضه. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه. باي باي.